عم جمعه، اللي يشوفك وانت قاعد شارد كده ما يقولش ان الاوضه بتاعتك فاضل لها شبرين ميه وتنفذ على الملح. مش عاجباك الاوضه سيبيها. لا عجباني قوي، دي على عيني وعلى راسي كمان. بقول لك ايه، ناويني السبحه اللي في ايدك دي ترجمها لي؟ لا 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 مش نافع، خلاص هي مش عايزه تلضم روحها. ايه تلضم روحها دي يا عم جمعه؟ هب بس انا هعرف اعملها ازاي. قلت لك مش هينفع. استغفر الله العظيم، السما زعلانه. قلت في رب قلت في اسمر وطبع الدلع يا عيني بهوه وملباخ في ايه ده؟ ما فيش سرخ ابن يومين على المحطة. يا نهار ابيض، ايه ده؟ مين اللي هناك دي؟ احنا رايحين بدل ان هو مصر ومش طالع له شمس. يا ست ست اللي قاعدة، مفيش تراب جاية يا ست يا ست. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 بقى. الله 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 الله. يا ست انت ست. ست بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت عفريت، مصيبة يا ريس مصيبة. مصيبة ايه يا بيوم؟ بس تعالى بس وانت هتشوف. انت على طول بتهول كده. هول ايه بس؟ ايه في ايه؟ وريني يا سيدة، دي احنا وصلنا راسين في ايه؟ اهو اهو اهو. ايه انا مش شايف حاجة. اهو يا ريس اهو على الكرسي. ايه ده؟ طب تعالى تعالى. طب هروح انا ابلغ البوليس يا ريس. روح ورد. استغفر الله العظيم العظيم، مش هتراجع مش هتراجع. استغفر الله العظيم العظيم، مش هتراجع. استغفر الله مش هتراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرصاص اللي قالي كده، بس الواد تعبان ومش عارفه اجيب له ادويه. اخر فلوس معايا اديتها للدكتور. ما تعرفيش ابوه ما بيردش عليا ليه؟ اخبرتي حسن ايه؟ هو ما بيردش عليا ليه خالص. اهي يا باشا، ها يا باشا المقتولة، ها يا باشا. شيل ايدك يا جدع انت. انت يا جدع انت بتنيل ايه؟ انا نازل المحطة يا باشا. طيب روح لجنة الطب الشرعي لما نشوف دي ماتت مقتولة ولا ماتت طبيعية ولا ايه. يا لهوي يا لهوي، ما تبعوهاش. ما تسيبتش. احكي لنا ايه اللي حصل. والله ما اعرف يا سعادة الملك. بيوم اللي شغال معنا في المحطة هنا جه قال لي الحق في مصيبة على الرصيف جديد. تعرفها؟ خطيبة ابن اختي. اه. طب كانت بتعمل ايه هنا دي؟ كانت مسافرة راجعة من السفر معاها حد لوحدها؟ كانت بتوصل قطر عشان مسافر. وانا افتكرت انها مشيت من ساعتها. بتوصل ابن اختك؟ ايوه يا باشا. أنا قلت دي روحه. يعني آخر حد شافته كان ابن أختك. طيب أنت شفتهم مع بعض؟ يعني لو قاعدة من ساعة ما مشي يمكن يكون عمل لها حاجة. لا يا باشا. لا. حسن لا يمكن يزعل ورا. يروحوا يا باشا. روحوا من جوه. روحوا من جوه. وحسن بيه ده فين دلوقتي بقى؟ الله أعلم يا باشا. طب يلا يا ابني انت هو اعمل كردون حواليها ونشوف الموال ده اخرته ايه. يا نادية. ايوه يا ماما. ايدي مش فاضية. انا عارف يا بنتي ان ايدك مش فاضية،
قومي سيبي اللي في ايدك ده، اعملي بكره. ما ينفعش يا ماما، الطلبيه دي متاخره على الناس ولازم تخلص الليله، وكل شويه النور عمال يجي ويقطع. انا مش فاهمه بس انت مشيتي البنات ليه؟ هو كفر يعني يا بنتي؟ شايفه الدنيا مزحوله بره ازاي؟ خدي حطي الكسوه بتاعت اخوكي في اوضته. حبيبي يا ابني لحقتش املي عيني منك. يا عيني عليا، لو ليا بس نص الحب والحنيه دول. انما نقول ايه بقى، بس حسن واخد الحب كله لوحده. حسن ده حبيب امي، ربنا ما يحرمني منه يا رب. كلمتي وردي في التليفون؟ شكلها رجعت من السنتر على البيت من بره بره. يا اختي ده ايه البرد ده؟ يا اختي وده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ استر يا رب. طيب طيب بالهداوة. خير يا بيوم؟ جمعة اخويا جرى له حاجة؟ خير يا ست أمينة، الرئيس جمعة بخير الحمد لله. أمال في إيه يا عم بيوم؟ يا طنطا الأبلة ورد مالها؟ هاتي العوايز أمينة ولا مالها؟ إيه إيه؟ كتير يا أم حسن. أمني عليك يا ورد يا ما تقلقيش يا أم حسن. ما تقلقيش يا معلش معليك فحناك من النوم. لا انا مستنيك في المحطه اهو. خير يا ام حسن ان شاء الله خير. سهل بس يا دكتور الله يبارك لك. ماشي يا ام حسن. جمعه جمعه بنت جرالها ايه؟ ابوس ايدك يا اهدي استهدي بالله يا حاجه استهدي بالله. لا اله الا الله ابوس ايدك يا باشا برد قلبي اشوفها بس. حاضر حاضر يا حاجه انت امها؟ أنا أمها أيضا. دي والدة حسن حد الظابط. حسن إيه جرى له إيه يا وراخ؟ لا مش عايزين صداع بقى، مش ناقصة. طمني حسن أنا شفته وهو بيركب، سافر بالسلام. هو في إيه يا خير؟ ما اتهمنا في إيه حضرة الظابط؟ خدهم على أوضتك يا حاج لغاية الدكتور ما يجي. يلا يا حاج بدل ما أخدك على الاسم ونكمل الحوار هناك. حاضر يا باشا، يلا يا أمينة يلا. لا مش هتنقل من هنا قبل ما اطمن على ورد واشوفها. يلا بس يا شاي يا ابني هات شاي يلا. يلا يا امينه يلا بس هات شاي يا رب يخليك يا جمعه. ابوس ايدك يا اخويا يلا عايز اشوف ورد. نادي يا جمعه ورد ورد يلا يا نادي ورد يلا يلا. خير يا صالح؟ في جديد؟ كنت عايز اقول لسعادتك يعني يا ريت تراجع نفسك قبل ما توافق. تفتكر في عندي فرصه للاختيار يا صالح؟ هتخسر كتير كتير بالموافقه دي. كده خساره وكده خساره. ما هو لازم يكون في حل تاني لسعادتك، مش معقوله بعد كل اللي عملته. حسن الرشيدي. ايه؟ ايوه حسن الرشيدي، مفيش غيره. طمنا يا ست ام حسن. خير ان شاء الله ان شاء الله خير. ها حاجة قولي لي بقى، حاجة تعرفي ايه عن ورد؟ بنتي. زي بنتك يا حاجة، عارف عارف والله، وعارف كمان ان كم الجدع اللي سابها مرمية كده وهج. بس انا كنت عايز اعرف علاقتكم ببعض ايه بالظبط يعني. حسن وورد متربيين مع بعض وبيحبوا بعض من زمن الزمن. كان هو يا ضنايا ابن سبعة وهي كانت بتحبي على ايده. بتحبي على ايده؟ اه يعني انتوا جيران ولا قرايب ولا؟ معلش يا حاجة وضحي الله يبارك لك اكتر. بس جيران بس زي بنتك. عرفت يا حاجة وعهد الله. لا اله الا الله. طب هو وماما فين؟ ماما الله يرحمها سابتها لي وهي حته لحم حمرا، خدتها في حضني
أبوها من ساعة الست صفية ما ماتت وهو سايح في البحر. وردة كانت في حضني طول عمرها في حضني، ما خطرش على بالي إنها هتسيب حضني إلا الحضن حسن. حضن ربنا أوسع من حضن عبيد. إيه يا حاج؟ أنت كان نفسك تطلع درويش ولا إيه؟ ما تساعدونا يا إخوانا، أنتوا مش مقدرين المصيبة اللي أنتوا فيها. مصيبة إيه؟ هو في مصيبة أكتر من كده؟ البت راحت والواد راح، في إيه تاني؟ لا في أكتر من كده يا حاج، ما عرفناش خاصة راح فين وعمل إيه في بنتك. يا باشا ما قلنا لحضرتك مفيش حاجة من اللي حصلت، كل الحكاية إن حسن اختفى، واختفائه ده غريب جدا وبيأكد إنه عامل مصيبة. سعادة الباشا حسن، حسن طول عمره بيسافر، ده ما بيبيعيدش في سريره اسبوع واحد على بعضه. حسن له سنين رايح جاي على السكة. ايوه بس مش كل مرة بيسيب وراه جثة. جثة؟ طب ربنا طاهر، حسن ابني ما عمل حاجة، يعني البنت راحت وهو كمان راح؟ ما تقول له يا جمعة، قول له يا جمعة حسن ما انت بس عشان صحتك انا ما تسيب لي يوم فيه هين، اكيد هيجي يا خير. يا باشا وحياة اغلى حاجة عندك تسيبها، انا عارف ان ده شغلك بس ارحم. اخويا ربنا يرحمنا كلنا ويغيرنا مننا على خير. يا ترى انت فين يا حسن؟ راح على فين يا خير؟ ايه بس يا دفعة هغطي وشها، ما هو حرام يا دفعه، حرام نسيبها مكشوفه للطال. ما تجيبلناش الكلام من الباشا يا جدع، اتكل على الله يبقى مننا. طب الله يرضى عليك. جرى يا اخويا انت وهو واقف على النفسه تحت بيتكو تثبت يا عسكري منك له. انت جدع انت تعالى هنا. خدامك يا سعاده الباشا. الاكل فين يا ابني؟ اتفضل يا باشا. والله يا باشا والله انا كنت بغطي وشها. استغفر الله العظيم يا رب. هو ده الاكل انت جايبه لي؟ تشتغل هنا؟ ايوه باشا ايوه باشا شغال هنا شغال. انت هتستعبط؟ بقول لك شغال ايه؟ فهمت يا باشا، انا معاون الرئيس جمعه ومحسوبه يعني. وغير انك معاون الرئيس جمعه ومحسوبه؟ المنظم مش واخد باله يا باشا. تعرف ايه عن حسن رشيد؟ وعلى الحرام من ديني. لو اتكلمت زيهم لرميك في الحجز، انت مش حامل بهدله. يعني هقول ايه يا باشا بس، والكعبه الشريفه والكعبه الشريفه انا ما اعرف اي حاجه، بس اقول لك حاجه يا باشا، هقول لك الباشمهندس حسن ده يبقى ابن اخت الريس جمعه. والصراحه يعني الحق لله هو راجل، راجل كله مرجله، ما يتخيرش عن سعادتك يا باشا. لما تقولك يا روح، اخر مره شفته كانت امتى؟ كنت رايح اجيب له قيمتين، قابلته جاي هو الله يرحمها الابله ورد. في سؤال صغير يا باشا ممكن اقوله؟ ينفع الواحد يعني يموت وهو قاعد على الكرسي؟ وانت مال اهلك؟ لاحظت عليهم حاجه؟ قافشين مع بعض، متخانقين، مزعلها. عمري ما شفتهم زي النهارده. ازاي بقى؟ قول. باشمهندس حسن كان مساهم كده وعينه طوالي. والله يرحمها بقى الابله ورد، كان ازاي اللي هتعيط؟ بس ربك والحق انا رميت عليهم السلام ما ردوش وسحب على جوه. انا قلت يعني يمكن يكون زعلان مني. انا مالي يا ابني بحكايتك، ما تخلص. وبعدين ولا قبلين يا باشا رحت جبت اللقمتين وجيت ما لقيتهمش. لازم يكون عمل لها حاجه، يا هو يا غيره. غريبه يعني واحده بالحلاوه والرقه دي تموت كده من غير سبب. الدنيا مليانه بلاوه يا باشا، ربنا يعينك يا باشا. وانت قوت حضرتك ايه بقى عشان تقعد تسامرني وتحكي معايا؟ امشي يا عم من قدامي. روح يا ابني لنداي اسمها سامية نادية دي، نادية. حاضر يا باشا.
يا رب أني ماليش غيرك، ما تردنيش يا رب وأني في بيتك. أنت جالك اللي أوحش مني وما رديتوش مكسور الخاطر. أني مش طالب من خيرك فلوس ولا قوة ولا صحة، أنا مش عايز أي حاجة، أنا عاوزك تاخد نفوخي، عاوز أنسى، عاوز أنسى اللي حصل لي وجرالي، يا رب أنا ماليش ذنب في اللي حصل لي. أنا غلبان، يلا بقى يا ابني. لا مؤاخذة يا عم الشيخ، هو أنت ما شفتش حسن؟ لا يا ابني ما شفتوش بقى لمدة، أصل كان المفروض يجي وما جاش، وأني أنا خايف أنام لوحدي ومش عارف اعمل ايه. معلش يا ابني الغايب حكيته معاه. ترجع امتى يا حسن؟ ارجع بقى. انا فناديا، انا فناديا. خير يا فندم؟ شوف لنا كرسي يا ابني الاستاذ، اتفضل يا انس. اتفضل يا استاذ. خير يا فندم؟ انا فناديا، انت استاذه متعلمه وبتفهمي. عرفتي حاجه عن اخويا حسن؟ وانا جايبك بقى عشان تكلميني عن حسن. يا فندم والله العظيم هقول لك اكتر من تاني، ما حدش فينا يعرف مكان حسن. ازاي يعني يا استاذه؟ رامينه كده؟ يا فندم احنا عمرنا ما احتاجنا نسال عليه، هو دايما اللي بيسال وبيقلق وبيطمن، انما احنا لا. وارجوك بقى اقدر اللي احنا فيه، وعلى فكره احنا عاوزين نوصل له قبل منك، الله اعلم بيكون حصل له ايه هو كمان. يعني ما تعرفوش عنوان في مصر؟ تليفون؟ لما بتحتاج له بتعملوا ايه؟ كان بيكون هنا قبل ما بنحتاج. لا يا شيخ. طب بصي بقى يا استاذه، استهدي بالله كده وفكري، فكري في اخوكي، فكري في الغلبانه دي، هي مش صاحبتك يا فندم. يا فندم ارجوك قدر اللي احنا فيه، انا اختي ماتت واخويا مش عارفين نوصل له وتليفونه مقفول، وحضرتك كل اللي همك تقفل قضيتك وتروح. عايز تدور على الحسن اتفضل، محدش منعك، بس محدش هيقول لك اكتر من اللي تاني. وادور عليه فين؟ افتح المندل؟ ما لازم حد فيكم يعرف حاجه، امه واخته وخاله. بصي بقى، طول ما فيش غيركم قدامي لا هرتاح ولا ترتاحوا غير لما تتكلموا، يا اما تشاوريه على حد بقى يقول لي حاجه عن حسن. في واحد، في واحد بس هو اللي ممكن يكون عارف مكانه. فاكر كده بتحمي نفسك؟ بتضحك على حالك أكتر من اللي بيضحكوا عليك كل ليلة عزوز. المكتوب مكتوب ومنهوش غروب، وساعتها محدش هيقف جنبك، لأهلك ولا حبك ولا حتى حسن. حسن اللي حطك قدام نفسك وجري، يا ترى كان قصده ايه؟
قصده ينجيني فعلا. والله قصده يبعدني. قوم يا جمعة، قوم روح الناس بتوعك، ملهمش لازمة دلوقتي غير حرق الدم، كلها شوية والطب بسرعة يجي ونفهم، يلا روحهم عشان يرتاحوا. ارتاحوا؟ بتهيألي بعد اللي حصل النهاردة، محدش هيرتاح يا باشا. اللي حصل ده مش طبيعي خالص يا جمعة. كلمة ربنا بينزلها على خلقه كبيرهم وصغيرهم سبب واحد، القدر. ونعم بالله. بس يعني ايه سبب بقى اللي حصل ده؟ العش، ورد عشة العش. عشة ايه؟ العش، عش اللي خدفوه سبع سما لحظة نزل بيها السابع أرض اللوم لا عليها ولا على حسن، بالعكس الحسرة على الاثنين. وقف على أعتاب لقائها في تردد، سكت الصمت حتى ارتقى فراغا فسمع صوت أنفاسه. كان شهيقه همسا مخيفا وزفيره كصوت الرعد. رفع يده اليمنى ومدها سنتيمترات للأمام، قبض في حنان كاذب وشوق قاتل على كفيها. نظر في عينيها وهمس مرتعشا، احنا مش لبعض. بقول لك يا دكتور الله يبارك لك، خلصنا. انت هتروح مني يا نادي؟ عايز قضيه ولادي. طب اكشف على الحاله الاول يا فندم. ايه؟ اكشف على الحاله الاول. تكشف يا دكتور من الجثه قدامك ايه؟ يلا دكتور بقاء لله. والله العظيم العوائل سليمه يا رب. انت بتجيب معايا في المصلحه دي؟ هصبحك. يلا بس يلا خلصنا دكتور. ملحي تعالى شيل الجثه دي. بص ايه؟ عشان ما تكشف عليها يا دكتور. كشفنا يا حاج. استعجل يا رب. استعجل وما تاخدوهاش. يلا يا ابني. رد عليا يا ورد. 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 ادي الله حاجه. ورد. ادي الله حاجه. حاضر يا دكتور.
كل مرة ببقى رايحة قبلك فيها يا حسن بحس إن أنا قلبي هيقف من الفرح، كأنها أول مرة بقابلك فيها. من كتر ما أنت وحشني ببقى حاسة إن أنا نفسي أقعد معاك على طول، أملي عيني من ملامحك. حسن! أيوه عليك يا حسن بجد، حد يشوفنا يا بنت. ما اللي يشوفنا تشوفنا، عديت علي هنا، إيه الحلاوة دي؟ بجد يا حسن الفستان عجبك؟ فستان؟ إيه اللي على الفستان؟ أنا بتكلم على لبس الفستان. آه عشان كده العيلة على الإمة تحت قعدوا يعكسوا فيا وأنا داخلة. يعكسوا فيكي؟ هقاو. إيه يا حسن في إيه؟ هو أنا بجد مش حلوة شبه البنات اللي بتعكس يا حسن؟ وأحلى منهم كمان يا كاتي. بس مين المجنون اللي في اسكندرية ماريا كلها يفكر يعكسك؟ كل الناس عارفه انت تخص حسن مرسه، بس خلي حد بس يفكر يبص لك شوف هيحصل له ايه. هيحصل له ايه يا حسن؟ امه هتزعل عليه. عديت عليه هنا يا بنتي، انت ايه اللي نزلك الفستان ده؟ يا حبيبي ما انا جايه لك انت وانا رايحه لحد غريب. وبعدين بجد يا حسن بجد انت بتحبني قوي كده للدرجه دي؟ ايوه درجه النهارده غير بكره غير بعده. يا بنت انا كل يوم بحبك اكتر من أيوة يا حسن. حسن حسن خلاص يا حسن والنبي خلاص بقى الأكل هيبرد. خلاص من النبي عشان خلاص ماشي. خلينا نشوف ايه بقى لو قلنا بديك الحلو هيعجبك قوي 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 يا حسن. ايه العمل دلوقتي يا راس رشيدي؟ ما شوف لنا حل في الموضوع اللي احنا فيه ده دلوقتي. هي بقت فردة ولا يا راس رشيدي؟ المرة اللي فاتت عديتها لكم بمزاجي ولا عشان مفيش غيركم عمال في المينا؟ جرى ايه؟ جرى يا استاذ فتحي؟ ايه ما تحاسب على كلامك؟ فردة ايه اللي بتتكلم عليها؟ احنا بنتكلموا في عرق العمال الغلابة دول. خلاص يا ريس رشيدي، الاستاذ فتحي ما غلطش وعمره ما كان عرق حد من العمال. ولا يا رجالة كان عمر الاستاذ فتحي قال لكم تعتقوا صندوق ولا مسمار حتى وما قبضتكوش كاش وقال لكم يبقى لكم؟ لا ما حصلش. طب بس انت وهو يعني انت يرضيك انت يا ريس بتولي ان هو يجي كل يوم الصبح يرازينا ويدخل يقعد بعد كده في مكتب المدير يشرب الشاي في التكييف واحنا يطلع عين ابونا؟ احنا ما حدش يكلمنا بفلوس بعد كده. حق العمال الغلابه دي لازم يجي. خلاص يا ريس رشيدي خلاص. ايه ده بس كده يا ابو حسن؟ يلا بينا يا استاذ فتحي، انت كلامك هيبقى مع المدير وبس. اتفضل. ايوه يا اخويا خلي كلامه مع المدير. ما كنتش شد كده عليه يا راس رشيدي. ايوه الله ما برضه عايزين لقمه عيشنا. يعني لقمه عيش وانا بوجع قلبي عشان ايه؟ مش عشان لقمه عيشكم ديت اللي انتوا بتدوروا عليها. بالراحه. الله يعني ينفع كده يا رجاله؟ ينفع اللي هو بيقولوا الكلام ده وانا مش بتعب على لقمه عيشكم برضه ولا ايه؟ خلاص خليكم بقى اشتغلوا بالصخره. ادعي لي يا ورد السنه دي تعدي على خير ان شاء الله. هتعدي وبتقدير كبير كمان. تقدير كبير ده السنة باخدها في ثلاثة. الشهادة من أول مرة صباح الفل. أنا متأكدة قلبي بيقول لي كده صدقني. قول يا رب يا رب. استنى يا حسن استنى عشان الشيء. الشيء إيه؟ كان هيقع يا حسن. يا باشمهندس مفيش أخبار لسه ولا إيه؟ اطمن هينجح وبتقدير كبير كمان. يسمع من بقك ربنا يا بنتي. بس أنا حسابك بقى المرة دي لو راحت منك ورد هي اللي هتزعل اكتر مني. انت حر جري يا حاج. انت جاي النهارده تهدي نفوس ولا ايه يا سيدي؟ وريني جدعنتك انت. ما تقلقش واحد صاحبي كلمني بيقول لي نتيجه الدفعه كلها زي الفل الحمد لله يا رب. طب ما قالكش يا ابني امتى ولا ازاي؟ يومين ثلاثه بالكتير وكلنا هنبسط. هنروح عشان اوصل ورد واجيب قطعه غير الناس طالبينها مني وهروح على طول. طريق السلامه. شوف حاجه اركبها بقى. يلا يا ورد. طيب سلام عليكم. تعالى يا عم انا بهرج. انا هسيبك تمشي انا هتصرف هنا. ماشي عارفك تموت في الترميات. هو اللي عمل لك السي في ده يا ذكرى؟ محمد البرعي. ذكرى ما يعرفش ان انت هتسألي عن كل الشغلانات اللي كاتبها هنا؟ يعني كان عمل لك مكان ولا مكانين وخلاص؟ لو النعمه ما دام انا اشتغلت كل الشغلانات دي كلها بحق وحقيقي محدش كتب لي ولا كلمه. وسبتيهم ليه؟
يعني لما كنت بلاقي شغلانة احسن ورزق اكتر كنت بسيب. يعني الفلوس هي اللي تهمك لكن الشغل لا. لو زبون زعقلك واتهمك مثلا انك سرقتي هتعملي ايه؟ مش هتكلم ولا كلمه وهسيبه يقول كل اللي هو عايزه. مش هفتح بقي خالص ومش هقول حاجه خالص لغايه ما ارجع لحضرتك. طب لو ما سبتكيش بقى تعملي اي حاجه واصر على انك سرقتيه قوليلي انا ليه اشغلك في مكان زي ده؟ فيك ايه يميزك عن غيرك؟ فيك ايه شايفاه في نفسك؟ قوليلي ولو حاجه واحده غير انك شايفه نفسك حلوه. تعرفي تعملي ايه؟ بعرف اصبر يا مدام. حاضر يا ماما. حاضر حاضر. يا الف الف مبروك. ربنا يتقبل يا بنت. عقبالك يا نادية. يا جميلة عقبالك يا رب كده لما نفرح بيكي. عم بخلص منك. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك. ما سمعينا زغروت. يا نادية مبروك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حلو قوي يا ماما. جميل. عشان تستهلك يا عروس. سلم ايدك يا نادجر. يا عقبالك. شكرا. الف الف مبروك. شاكرين يا ام حسن. ما تنسيش بقى والنبي المعالي. انسى ازاي وانا غريبه. ربنا يتملها على خير. اتفضلي خليكي انت يا ام حسن. انا هوصلك. الله يجعلك. الله يجعلك. الله يجعلك. عقبالنا يا رب. عقبالنا يا رب. عقبالك يا بنتي. الف نفسي اخدك وعدي البحر من حتى لوريك العالم كله. ياه ده حلم حلو قوي يا حسن. يا رب يتحقق. يا رب انت احلامي بس لا كل حاجه من ايديك. ربنا يخليك ليا يا حسن. ولا يحرمني منك. عامله ايه يا ذكرى؟ الحمد لله يا ام احمد. بس يالا انت وهو ذكرى. بنتي يا ذكرى. ايوه يا اما. عملتي ايه يا بنتي في مشوار؟ احكي لك لما. طيب ازيك يا خاله؟ خير. عملت ايه في مشاويرك؟ هيبقوا يكلموني. يعني لو كلموك هتعمري؟ ما كلهم حاسين بعض. هيفرق ايه يعني؟ عادي من شغل. شيلني انت بس من دماغي. لا ازاي؟ ازاي يا بنت يا ذكرى؟ احنا لازم نسأله ونتقاصه ونجيبه الترتيره كمان. كتر خيرك. وسع. الله انت ايه اللي موسخك كده؟ هي وسخه بوساخه. هو في ايه في حياتنا مش وسخ؟ ماشي يا بنت مرات ماشي. اللي يصبر هيهبر. بصي بقى دول عينات الجيب ودول عينات البلايز. اختاري. محاسب. ايه مالك يا وليه مساهمه كده؟ اهو بكره يا اختي ربنا يعدلها ان شاء الله. ونعم بالله ايام بتعدي والبت بتدبل قصاد عيني. انا لما كنت في عمرها كان حسن اسم الله عليه على ايدي عنده 3 سنين. يا اختي زمن غير الزمن. بنتك زي القمر وفي عز شبابها وبكره ان شاء الله ربنا يبعت لها اللي يقدر ظروفها. تفتكري يا وليه؟ ايوه عليكي. طول عمري احمص لك الفول واحطها في بقك تاكليها مني لا اخد منك لا حمده ولا شكرانيه. بكره تقولي شو قالت. عارفه لو ده حصل هحللك بقك بحلاوه ما عملهاش الحلواني اللي بنى مصر. مش يا اختي لما نشوف. جرايه وليه هتقعدي تلقلقي معايا؟ ما تقومي تشوفي الاكل اللي على النار. حاضر. بروطه.
بقيتي بنوية قوي يا اختي. قومي اتلحلحي لك شوية، اعملي لك حاجة. هي بعتك اللي يقدر ظروفك يا بنتي. وعندما عاد الملك الحكيم من رحلة هقولك. وعندما عاد الملك الحكيم من رحلة الصيد الطويلة ووجد الأميرة الصغيرة عادت لها بسمتها الجميلة. بقولك ايه بقى يا شهد، انا عايزاكي تنزلي تكملي القصة دي تقريها تحت في البيت مع بقية الواجب اللي انا اديتهولك. سيب الباب مفتوح ليه؟ يلا حبيبتي يلا، وسيبي بقية الكراريس انا هصححها. خلاص هاتي بوسة. يلا تلمي لها معطية. ها حد يدخل كده تيجي بقى تديني الدرس بتاعي. بعينك يا حسن، خلاص انا قفلت المدرسة كده. خلاص انت حر، انا اشوف حد بقى يديني درس خصوصي. طيب شوف كده هتعمل كده وشوف انا هعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني؟ البنت اللي انت تعرفها يا حسن هجيبها على الارض كده وامسكها من شعرها واديها. وانا بقى تعمل فيها ايه؟ هعمل ايه عيني عليا؟ وانا اقدر اعمل معاك حاجه يا عبيطة؟ ما انا كده هروح منك. اقصح عليك يا حسن، ما تقولش كده حتى لو بهزار بجد. طب عايز انا اقول ايه؟ عايزك تقول ان احنا هنفضل دايما مع بعض، وحتى بعد الشر بعد الشر لو في اي حاجه وحشه حصلت هقول اكيد انا العيب مني، ما هو اكيد انا غلطت فانت اضطريت تعمل كده. هعمل ايه يعني؟ تفتكر اني ممكن ابص لحد غيرك؟ بحر اسكندريه فيها 1000 بلطجيه، بس فيهاش غير ورده واحده وبس. بس يا حسن يا بنت بحبك يا بنت. وانا كمان قوي. هي المره الجايه هتبقى الساعه كام؟ ايه هتبقى الساعه 7 زي دلوقتي كده. انت عطيه الحلاق تجيبه منين؟ ما قالت لك 7؟ خلاص روح انت، روح بكره. ها اقفلي الباب وراك. شوف يا زبيومي، طول ما انتوا بتعاملوا الحديد بالطريقه دي عمره ما هيطوعكم. ها؟ ايه يا عم جمعه؟ امال انت عايزهم يعاملوا الحديد ازاي؟ ما هم لازما يعاملوه كده، لازم يدلوا على دماغه علشان يطوعهم. كان طوعهم من زمان ابو مخ ظلم. شوف يا بيومي، الحديد ده عامل زي النسوان، تديله على دماغه ينط في وشك ويحرن عليك، انما تعامله بحنيه يطوعك ويبقى زي الفل. يلا شوف التحويله قبل ما القطر يدخل. ماشي يا رايق. مع حصول ولا ليك عليا يمين. قاموا مكربسينا في صندوق كده ولا تقفيصه الفراخ من ابو قير. قال لك ما انتش طالع غير في مينا نابولي. ايه مينا نابولي دي؟ رحت نابولي دي قبل كده حصول؟ عالم عجيب ما يعلم به الا خلق الخلق. قوم راح ايه؟ قوم واحد من اللي كانوا معانا ايه تقولش مدسوس علينا، اما زرت زرتي قاموا كابسين علينا خطر السواحل تقولش زرت تسرينا بدل مفضوحي. وقاموا عاكشيني ها على المراكب بتاعتهم وقتك يا تحيق وشتايم بالطلياني ايه، بس احنا مش فاهمين حاجه، بس الشتيمه ما بتلزقش واحنا برضو ما سكتناش. قمنا مطرطرين في بحرهم وقاموا عاكشينا ورجعينا هنا، واديني قابلتك من غير ميعاد. اكتم بقى اخلص خالص، ولا تحب احشيلك لسانك اللي عايز الحش ده؟ ما لاقيش معاك سيجاري؟ انا مش عايز اسمع صوتك خالص. يا رب تكون غرقت مع اللي غرق واستريحت من وشك. ولا حتى لب وزداني؟ ايه يا حصول؟ اني بستحلبك في الكلام. تستحلبني؟ ايه وما بحلبك واستحلبك في الكلام اهو نصلي بعضيني. اخلص خالص، صدعت دماغي. حبيبي يا كاني. وريني رجلك كده. صباح الورد. ما تخافش ما تخافش. لا ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه خالص، طمني ما فيهاش اي حاجه خالص. لا ده بيتدلع بيتدلع، هاتي له بس رباط ضاغط وهو هيبقى كويس ان شاء الله، مش محتاج اكتر تجيبي له رباط من بعض. ايوه يا حبيبتي ازاي؟ تعالى يا حبيبي الف سلام عليك. تعالى صباح الخير. تعالى براحتك براحتك. استنى استنى شوف استنى شوف استنى شوف. ايه يا كابتن؟ انت عرفت منين ان كابتن؟ انت عصبي من دي طلع في مركز ايه؟ هجوم. هجوم يعني كده وكده والحركات دي بتجيب جوان؟ ايوه طبعا. هو رغر الكرة يا دكتور هي اللي جايبه لنا الكافيه. مش مشكله هتخرمي. مش مشكله ولا هجيب لك غيرها. انتهينا. انت اسمك ايه؟ حازم. حازم. طب اسمع يا عم حازم، بعد العشاء
بص بو تعدي عليا واجيب لك واحده احلى من دي. يلا تعالى معايا. يلا على شعر. تعالى سيبك هنا. الف سلامه يا حبيبي. خدي يا امي. تعال اسند علي اسند علي. مش عارفه اشيل لك كوره ولا اشيل لك لازمه ولا اعمل ايه بالظبط. بسم الله ما فيش حاجه ما فيش حاجه. يلا دايما تعبني وتكلمني. اهلا اهلا اكرم بيك. اهلا معليك. لو كنت اتاخرت على كده كنت هبتدي اقلق واقول انك مش جاي. معقوله معليك؟ ازاي تقول الكلام ده؟ في حد برضه ممكن يتاخر عن يوم فرحه؟ شكلك كده يبقى نويت. خدي بالك يا هانم انا جبته النهارده لتكريمه كرجل صناعه مش اكتر، لكن بقى لو عينه زاغت كده ولا كده انا مش مسؤول. ماليش دعوه. اكرم يؤمر بس وانا اخطب له. حياتي يا بختك يا اكرم بيه يا بختك. بعد اذن معاليك. اتفضل اتفضل يا هاني. اتفضل. راجل مبالغ فيه هو دايما بيضحك على اي حاجه كده انت بتقولها. هو انا لسه قلت حاجه؟ هاي عادل. ازيك يا نور؟ ازيك يا عادل؟ اكرم ايه بقالك يومين يعني مختفي وقافل تليفوناتك؟ لا عادل بريح شويه. بتريح؟ حضور الكرام، لم تفخر وزارة الصناعة يوما بتكريم واحدا من رجالها كما تفخر اليوم. هو كما تعرفونه واحدا من الرجال الذين نهضوا بالصناعة المصرية على أكتاف شابة فتية، هي المستقبل الحقيقي لهذا البلد، السيد أكرم البدري. اهلا اكرم بيك. معليك. اهلا اهلا. مساء الخير معالي الوزير، السادة الحضور. طبعا أنا سعيد جدا لوجودي ما بينكم النهاردة. متشكر معالي الوزير على هذا الإطراء بوصف شخصي المتواضع بوصف ضخم زي ده. حقيقي في الكام سنة اللي فاتوا واللي كانت وزارة الصناعة تحت قيادة معاليك شهدنا جميعا بتغيرات كبرى في السياسات وتطورات أكبر في تنفيذها. كان من أهمها على الإطلاق صناعة الفساد الإداري في أسوأ صوره. تراخيص لأشخاص بعينهم طبعاً علشان ينهضوا بالصناعة، تخصيص أصول لمصانع أجنبية والمصانع المصرية مش لاقية تاكل، ده غير بقى سمسرة العقود، إلى جانب طبعاً إنجاز معاليك الأكبر وهو تخطي الحد الأدنى للرشوة، حاجز المليون جنيه داخل وزارتك. بفضلك يا معالي الوزير كوادر كتيرة قوي في الوزارة بقوا بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد، بقوا من أصحاب الأراضي وأصحاب العمارات والشاليهات وكله متسجل، الأسامي كلها متسجلة عندي معاليك. فأنا بعتذر بشدة، مش هقدر أقبل تكريم معاليك لشخص المتواضع عشان ما يشرفنيش. عن إذنكم. تعالوا يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أمشير. دكتور أمشير في الترابيزة. قاعد هناك. شكرا. ازيك يا دكتور؟ أهلا. أنا عديت على المستشفى قالوا إن حضرتك بتقعد هنا على طول. نعم. أنا جاي بخصوص الحاجة أمينة والدتي.
فاكرها؟ اه خد يا شيخ. ربنا يخليك ما بتشربش. ايه خير؟ معلش الحاجة لسه تعبانة والكحة مبهدلاها والاقراص مش عاملة معاها أي حاجة ومش عارفة تنام. مين اللي قال لك إن الاقراص بتخف؟ نعم؟ مفيش حد عنده حساسية بيخف من الكحة. قول ترمس. طب لو في دواء مستورد ممكن يريحها مفيش مشكلة نجيبه لها. مستورد؟ أنت قلت لي اسمك إيه؟ اسمي حسن. بص يا حسن يا ابني مفيش دواء بيخفف. يعني إيه؟ عمرك سألت نفسك ليه الأقراص بتبقى ملونة؟ مش أحمر وأخضر وأصفر، مهرجان ألوان عشان بتدعو للأمل والتفاؤل، وهي تجارة في تجارة بيضحكوا على العيان ويفهموا إنها تخففه وهو بيضحك على نفسه كله بيضحك على كله. سلام. سلام ورحمة الله. إزيك؟ ده يا سيدي الدكتور علي زميلي في المستشفى، لو رحت مرة ما لقيتنيش هو يقوم بالواجب. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. معلش يا دكتور ما تكتب لها على قرصين وهم، يعني اتنين اخضر على اتنين ازرق، بس غطر من الازرق عشان الحاجه بتخاف من الحسد. حاضر يا سيدي. الدواء ده قرصين كل 12 ساعة. قرصين كل 12 ساعة، مش هعمل حاجة برضه. ها؟ نعم. تمام، شكرا يا دكتور. سلام عليكم. النهاردة الشركة بتاعنا بيقدم لكم فقرات كتير حلوة وجميلة، أما الآن فنقدم لكم نجم الكوميديا الرخيصة صاحب الإفيه السافل عزوز. انتوا فين؟ السلام عليكم. ازيكم؟ ايه يا حاج؟ في نايمة ولا ايه؟ اصحي كده صحصحي، لسه قدامنا يوم طويل. ايه يا حاج؟ ايه الكرش ده؟ انت واكل كتير ولا ايه؟ بمناسبة الكرش، بيقول لك مرة واحد بكرش، جبل واحد بكرش، قال له معاك كرش؟ قال له ما افتكرش. أنا طول الطريق سايبك لتليفوناتك، ممكن أفهم إيه اللي أنت عملته ده؟ مش مهم يا حبيبي تفهمي أصلاً، ده تلاقي الوزير شخصياً مش فاهم إيه اللي حصل. وليه أصلاً ده يحصل؟ أنت ما شفتش الناس كانت بتبص لي إزاي؟ لا، لو على الناس بتهيأ لي عينيها كانت مشغولة بحد تاني، خطفت الأنظار أنت بالكلمتين اللي قلتهم دول. يعني هو الموضوع مجرد كاموفلاج؟ أنا لو أعرف إن الموضوع كده ما كنتش جيت معاك أصلاً. يا جماعة فين مارو؟ معقولة أكون جيت له مخصوص وما شافوش ولا إيه؟ مارو دفنت لينا من بدري. طب قومي اطمني عليه ولا شوفي هتعملي إيه؟ يلا. ما خبيش عليك يا أكرم، مراتك عندها حق. أنا نفسي ابتديت أخاف منك. مشكلتك الأزلية يا عادل هي الخوف. بس لو بدأت تخاف مني فده كويس. أنا ابتديت أخاف منك على نفسك. في الأول كنت أكرم اللي بيفكر ألف مرة قبل ما ياخدوا خطوة واحدة لقدام، دلوقتي بيدوس الأول وبعدها بيجي وبعدها الكل بيفكر في اللي عمله وبيتسقف له وهو المطلوب. وده طبعاً مش متوقع منك خالص إنك تفهمه، لأنك لسه زي ما أنت بتفكر في امبارح. فكر في بكرة يا عادل وشوف تأثير اللي حصل النهاردة على الكبير قبل الصغير. الصفة ازاي ده بتلخبط الحسابات يا اكرم؟ حبيبي احنا ما بنلعبش حساب، احنا بنلعب سياسة. والسياسة ليها قواعد. والكل قاعدة استثناء. لسه بدري عليك قوي يا عادل، عبال ما تفهم. ده لو
عاوز تفهم. بيتي شوية تلج. يا نادي هاتي الزيتون من عندك من جوه. ايوه جاي اهو. اسلم ايدك يا حاج. انا هقوم اشطب شويه المواعين في الحوض. يا اختي عوزي كل الاول المواعين بعدين ولا حتى بكره. هيخلصوا هوا يا ام حسن. اسم الله عليك الهلوبه. وهو ملوش نفس ولا ايه؟ هو مين يا حاج؟ هو مين يا حاج؟ انت هتستهبلي ولا ايه؟ اخوكي جمعه. لا اله الا الله، انت عايز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، اصل يعني بقول ان حسن اكيد رايح له. اعملي له اكل، الراجل قاعد لوحده. هو اللي جايبه لروحه، ما هو قاعد نايم مخفوس على عمره في المحطة وعامل زي المجازين. جراية وليا، ما تعملي له أكل حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام أبو علي. ازيك يا حاج؟ ازيك أبو علي؟ اقعد عايزك. ماشي. ازيك يا بنت؟ الحمد لله، أعمل لك شاي حسن؟ أعمل لي شاي. أعمل له شاي حسن. أنت متضايق ليه؟ هو مر يا حاج. شوف يا ابني. انت من يوم ما طوعتني وعملت المعادله ودخلت كليه الهندسه انت حققت الحلم اللي انا بحلم بيه، الحلم اللي انا شقيت وتعبت علشانه طول السنين ديت، عشان خاطري، عشان خاطر ابوك ولوليه عندك معزه. كفايه علمينا كده يا حاج. ما تقومي تساعد امك قاعده بتعملي ايه؟ قومي يا حاج. مش انت قلت لي خد الشهاده واشتغل مهندس؟ ايوه، عشان تشتغل مهندس مش مكانجي. ادينا فيها، ما انا هشتغل مهندس وبرضه في المينا، بعدين هناك خلاص حفظت كل حاجه، والناس كلها بترجع لي في الكبيره قبل الصغيره كمان. يا ابني انا عايزك تسيب المينا دي ودنيتها، عايزك تبص لبره بقى، العمر بيجري، ولا انت عايز تبقى الاسم مهندس والفعل ادارجي، واللي هنبات فيها نصبح فيه؟ يا حسن انت لسه صغير، وحسن بتاع النهارده غير حسن بتاع بكره، والشهاده هتفتح لك السكك المقفوله. سكك ايه؟ سكك يا حاج، هي البلد فيها شغل. ايوه فيها شغل، وانا كلمت لك الناس بتوع البترول وهيردوا عليا. بترول ايه بس وبتاع ايه؟ يا حاج ده انا جاي اقول لك اريح بقى من الشغل واشيل عنك انا شويه. جريان ايه؟ وحط امك؟ وانا كنت مربيك عشان تبقى انت راجل، وابقى انا زي الحريم ولا ايه؟ مش قصدي يا حاج، مش قصدي. لما اجي له اقول له سيب المينا سيب المينا. بتبطل بتقول ايه يا علي؟ ما بقولش حاجه. مالك ناوي يا بوز كلينتي الاخرى؟ لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. لا قول لي يا دكتور، هو النهارده كام في الشهر؟ 8. 8. 8 يعني انا بقالي سنتين وثمان شهور وثلاث ايام معاكم في المستشفى. يعني انا مش جديد. الله. هات الشرب مش كده، ما تبقاش غشيم وتضحك عليها العيال. بص تمهلها كده تسال لي بقى السؤال ده. بساله عشان اقول لك اني مش دكتور جديد معاكم في المستشفى زي ما كنت بتقول للراجل كان معاك من شويه. انت كم مرة تقول هسيب الطب وبعدين ترجع في كلامك؟ كتير. حلو. أنا بقى في كل مرة بتقول لي هتسيب فيها الطب بعتبرك جديد. يا علي محدش متردد زيك كده يقدر يقضي عمره كله في حاجة واحدة. لازم تعرف أنت عايز إيه. أنا مش عارف أنا عايز إيه. بس ممكن أكون متأكد من اللي أنا مش عايزه. مش فاهم حاجة. يا دوك احنا بنتعامل مع اسرار الحياه والموت جنب بعض، شغلانه صعبه. ساعات كتيره لما بفكر وازهق واقول انا عايز اسيب مهنه الطب دي، برجع واقول واسيبها ليه؟ انا هلاقي اجواء زي دي فين؟ فبقرر اكمل. اجواء يا علي؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك الكلام الفارغ ده؟ الطب ده مجرد تسكين لقلم ما بيقفش. مهنه مزيفه. تقنعك بالشفاء. مع ان الموت واقف لك في كل لحظه عمال يبص عليك. الشفا الحقيقه علي هو الشفا من الموت. وده ما بيحصلش. فاهم حاجه؟
منك لله يا شيخه. ده الواد محر قلبه بتدوسي على لا ليه؟ حرام عليكي. بالحضن يابا وحشتيني. خضتني جاتك 60 نيله. الحمد لله على سلامه عبد الموت يا حاج. والله الود ودي كنت ضربت نار حلاوه رجوعه. يا اخويا كنت تضرب النار فيه هو وريحوني من كنت الجوز. طب بالسلامه انت عم عيد وسلمني على ابوها العمده. ده انا جايب لك صفوف اجدع من البرشام بتدول البهايم هناك. اتكل انت على الله. انا ما صدقتش لما دور العمده اتصل بي وقال لي ان بسلامتك شرفت. رحت في ايه ورجعت في ايه يا ابني الموكوسه؟ بقى دي مقابله تقابلها لي برضك يما. ده بدل ما تاخديني بالحضن وتهشكيني، ده العمدة اللي اسمه العمدة بعت لي عم عيد يستقبلني في المركز. يستقبلك والله يضمنك يا خايب. وراجع لي ايد ورا وايد قدام. لا ايد ورا وايد في حديد. خش تخري يما قاعديني جنبك. والنعمة بركة انك ما رحتش لحوك، كان زمانك فقرت وجبت في ديلك وانت راجع. النصيب بقى يما هنعمل ايه؟ لو انت الصادق ده النصيبي اللي قاعده لي في رجلي العمر كله. انت طبخه لب وزداني؟ ما تديله نعم يا اختي انت رخرة حرام عليكي بقى. بيومي. ايوه عم جمعه. خد امسك السيجاره دي وعايزك تصحصح كده لان الاسباني داخل. يا ابني ما نعدمها اطمن كله تمام. انا صح. انا حطيت الكبسوله على الشريط. عيب يا ريس كله تمام اطمن يا ريس. الله يامن يا ابن الكلب. خلاص معذبه معاك انت يا خلجوبة. والله هو اللي معذب بقى حسن. ازاي؟ تعال تعال خش جوه. عامل ايه؟ تمام. اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك. ماشي انا قاعد هنا. طيب يا مساء النكت البايخه كده برضه يا حسن. يا ابني مفيش فايده. نكت ايه بصوتك ده؟ انا هكلمك عم سعد يشغلك مع الاسود احسن. تصدق ان انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا؟ يا عم خلاص برك معاك ما تزعلش. انت فين؟ لسه مخلص اهو وتعبان وعايز انام. هروح. لا استنى انا قدامي نص كده وهكلمك ما تروحش. استناني. يلا سلام. ماشي مع السلامه. وادي الشاي يا سيدي. تسلم ايديك يا خير. يلا يا حاج ناكل بقى مع بعض لقمه كده. لا لا انا شبعان. كل انت يعني ايه؟ انا اجيب كل الفاكهه دي عشان اقعدك لوحدي؟ يا عم كل انا اقعد معاك هو ونسها. ونسني؟ طب لما انت لسه فاكر الونس ما تروح تقعد في بيتك بدل ما انت قاعد هنا لوحدك كده. يا ابو علي امك موصيك تقول الكلمتين دول ولا ايه؟ طب اقول لك على حاجه، ما تيجي تعيش عندنا وبالمره صالحك انت وامي على بعض. امك خلاص كبرت وبقت عامله زي القطر، لما بتتخلق ما بتشوفش قدامها. بس والله العظيم يا خال طيبه قوي. لا يا راجل. طيبه؟ طب انت ده مين اختي؟ تفكر ان انا مش عارفه ولا ايه؟ المهم سيبك من امين دلوقتي، قول لي انت عامل ايه مع وقت؟ والله زي الفل. مسين ناخد الشهاده واظبط في شغلانه ونتجوز على طول. تتجوزوا فين بقى؟ في شقتها؟ شقتها؟ ليه؟ هتتجوز لؤي؟ خلاص يا عم اللي مش لؤي ما تتحماش قوي كده. الله ما الحكايه في بعضيها من زمان، وحد كان فرقكم عن بعضيكم وامركم؟ صحيح. المهم ابوك عامل ايه الاخر؟ مبسوط. شايف الدنيا كلها متعلقه على طرف الشهاده، عايز نخلع من المينا باي شكل. ما تريحه يا حسن. ما انا هريحه. هو كمان شايف لي كام شغلانه ومكلم لي ناس كتير. بس عايز اسالك سؤال بقى. تفتكر بعد ما اخد الشهاده في حاجه هتتغير؟ طبعا لا. انا كلام الناس العاقلين. الله يرحمك يا ابا. يا بنتي حنون. الو. مساء الفل على احلى زوزه في بر اسكندريه وضواحيها. انت نمتي ولا ايه يا بنت؟ نمت ايه يا اختي؟ انا صاحيه من كتر النوم. وانا ورايا حاجه. هيبقى وراكي. انت قصدك ايه يا بنت؟ قصدي انك اتقبلتي وهتشتغلي معايا من بكره. اتقبلت؟ والمرسب والعباس انت بتتكلمي جد؟ وجد الجد يا بنت زي ما بنقول لك كده. المدام قالت لي اكلمك عشان تيجي تستلمي الشغل من بكره. اوعي يا بنت تكوني في المرقعه عليا. والمرسب والعباس زي ما بنقول لك كده. اختي اتقبلت ازاي؟
من بعد ما قابلتها وقلت دي مش هشوف وشي تاني ولا يمكن تشغلني. فشر لا يمكن في عينك يا بنت، ده انا برضه حنونه والاجر على الله، وانت بتستقلي بيا ولا ايه؟ طب والنعمه، والنعمه لا تطول رقبتك يا بنت. سلام يا حبيبتي. سلام. مع السلامه. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. يا شو قاعدة كده ليه؟ ما روحتيش ليه؟ أنا هنا من بدري يا حسن، قلت يعني يمكن تاخد بالك مني. يا شو ما قلتلك ما تقلقيش بقى، بس اديني بس شوية وقت. أوعى يا حسن، أوعى تخلف وعدك ليه؟ عيب يا شو، هو حسن عمره قال معاكي في حاجة؟ لا يا أخويا، هو ده اللي مطمني. ربنا يعملك ويسترها معاك. ما تقلقيش، يلا روح أنت، أجي أوصلك. لا يا أخويا، خليك مرتاح، دي فتة الكعبة. خلي بالك ها؟ فتك بعافية. لما سمعت حسن بيتكلم مع شوق على السلم حسيت ان انا روحي راحت مني. كل حاجه كانت بتعملها شوق مرت في دماغي زي الفيلم. لهفتها لما حسن بيتاخر في مصر، سؤالها عليه كل شويه، لزقتها في البيت لما حسن بيبقى معانا، المشاوير اللي بتخترعها عشان حسن يعملها لها. كل حاجه عملتها شوق فجاه بقت مفهومه قدامي. كل حاجه عملها حسن فجاه برضه بقت سؤال. ليه حسن؟ مين؟ مكوى. ده انت ليلتك سودة، بتفتحي المكواجي بالفستان ده يا بت؟ اه يعني ايه يعني شكلي حلو ولا يعني؟ لا حلو بس ما ينفعش. ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه يعني؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني طبعا، بس يعني شايف انهم حزه حبتين. يعني انا يا حسن ما استاهلش اسمع منك يعني كلمه حلوه؟ يا بنت وانا بقصر معاكي انا طول الوقت بقول لك كلام حلو. بس بقول لك ايه، الفستان ده ما تخرجش بيه حتى لو هتيجي عندنا، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر. ما قلنا كده من الاول. صح صح، بلاش بلاش. ايه رايك في دي؟ ايه ده؟ ده حلو قوي يا ورده. اوعى تكوني جبتيها من الفلوس المحوشه. اخص عليك يا حسن، اوعى تقول كده، انا ست بيت شاطره قوي، انا جبتها من المصروف اللي انت بتديهولي كل يوم. ماشي، خدي بقى لبسيها لي. تعالي يا اسحاق. البسها لك قوي يا حسن. أنا مش عارفة أعملها، تعالى الناحية العكس كده. يا ورد، يا ورد تعالي شوفي نادية. لا يا بنت اللي مش عبادك فوق كده، أنا مش عارف إيه اللي فاهم ليه ما عادها هنا. انزلي يا بنت. تعالي شوفي بنت نادية عاملة إيه. حاضر حاضر يا ماما جاية. يا حضرة العمدة ابنك عيلي ومنا المستي فندي. السلام عليكم. صباحا. صباح الفل. صباح الفل.
صباح الفل يا لميع. صباح الفل يا عم. صباح الفل. ايه متاخر ولا ايه؟ ما انا بقى اتفرع قطر يتاخر ولا يجي في ميعاده. المهم اللي احنا مستنيينه يكون جاي في الوقت. صباحو. صباحو حسن. ايه ما جاش لسه؟ هو ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ القطر اجت على القطر يا حسن. الدنيا كلها متاخره بالك ده يا حسن. الدنيا دي عامله زي القطر شريط لازم تمشي لغايه اخره عشان توصل في ميعادك. حبيت بقى تعمل بورم ولا حدق وتغير طريقك ما ينفعش، لانه ساعتها بقى لازم حد يساعدك، حد يعمل لك تحويله يقفل لك مزلقان. انما تاخد في وشك وتجري كده هتدوس على الناس وتاذي غيرك. تقول كلام غريب انت، بس عارف المشكله في خان ان كل كلامك صح. ما هو الصح ده حسن اللي مصبر خالك. بس فضك انت بقى من الكلام ده وقول لي اخبار النتيجه ايه؟ حد كلمك؟ انا جاي لك عشان كده. الراجل اسمه عز كلمني وطمني. ده الكلب ومستخسر فيها يا عم. انت هتعمل لي زي ابويا من ساعه ما قلت له رجليه مش طايله الارض، هيموت من الفرح. وانت ابو علي مش فرحان ياض؟ فرحان بس لسه كنترول مش اكيد يعني. كنترول ده ايه؟ وكنترول الهزار؟ ولا انت واد مش مال ايدك من اللي اسمه عزت ده ولا يكون بيخبي عليه؟ هو يخبي عليا ليه؟ انا من ساعه ما دخلت الجامعه باخد السنه في سنتين، والسنه اللي بصعب فيها بيتقالي في وشي على طول حسن فسد حسن ومبسوط قوي. بعدين يا خاله مش مقصر معاه في حاجه. اي صيانه اللانش بتاعه بعملها له، اي حد عايز حاجه من طرفه بعملها له من غير ولا مليم لله كده كله. يعني انت افضلك عليه اهو. كلها مصالح مسلمه بعضيها. الله ما دام مصالح بقى استبشر خير. الله حكم والمكتوب هنشوفه يعني هنشوفه. السندوتش ده عاملها امينه؟ وانا هجيبه منين يعني في الامينه؟ فلوس ابوك على الجبنة. المحل هنا من احسن محلات الملابس زي ما انت شايفه كده، فيلا وزبايني من إليت المجتمع، يعني الكلام معاهم بحساب. ويا ريت تعرفي هم عايزين ايه وتحاولي تشغلي مخك. فاهمه؟ ايوه فاهمه يا مدام. انت اخر مره استحميتي فيها انت امبارح الصبح؟ امبارح. يا ريت بعد كده يبقى كل يوم عشان ريحتك تبقى حلوه. حاضر. وترش برفيوم بس هادي عشان الزباين ما تتخنقش. لا كتير مع الزباين ما بحبش، يعني تقولي الكلام الصح في الوقت الصح. نيفر سي نو مهما كان طلب الزبون، حتى لو ما كانش عندنا تخلقي له البديل واتبعه له. معلش يا مدام لا مؤاخذه، يعني هو يعني ما فيش حد هيعلمني يعني عشان انا عايزه افهم يعني. ما تقلقيش هتتعلمي واحده واحده. مش انت برضو قلتي ان انت عايزه تتعلمي ولا ده كان كلامه بس؟ لا كلام ايه يا مدام، انا ان شاء الله هتعلم كل حاجه وهشرفك. انا متعوده اسال عن كل بنت كانت بتشتغل هنا عندي، وخصوصا في اخر مكان اشتغلت فيه. بس انتي ما سالتش عنك عشان قلتيلي جمله حمستني ليكي. يا ريت تبقى صح. بعون الله ما خيبش ظن. بعون الله انا هعمل كل اللي في طاقتي هنا عشان المكان. غيري تسريحه شعرك، شوفي البنات بيعملوا ايه واعملي زيهم. وبعدين يا عبد المعطي ولا قابلين يا رجاله، هناك الحساب بالساعه، الساعه تدق تمد ايدك تاخد فلوسك، توتو على كبوتو. ايوه صح، الساعه بخمسة جنيه والحسابه بتحسب. شوفوا المتخلف اللي جاي من 100 سنه، خمسة جنيه ايه يا جعر؟ النهارده الساعه ب 20 و30 يورو، يعني تضرب في 9 10 جنيه، تعرفوا تضربوا ولا اضرب لكم؟ يا سيد يا بدوي، دي تخمه فلوس يا اولاد. ايوه بس ده ما كانش مع اي حد. اني كان ليا معامله خاصه. الخواجه بلوتش اللي انا كنت شغال عنده كان بيعزني زي عينيه. ما فاتش كام يوم كده على وصولي، لكن ربك بقى بيولف القلوب على بعضيها. ايتها شيء تلزمه للمكان كان مسؤوليتي، يعني اكل شرب كوبايات مكرونات بتنجان الايت كنت لازم اوجده له. كان يديني الباكو من هنا وما يسالنيش عن الباقي. برنس والله برنس. كان يقول لي
هلال عليك الباقي يا عبد الموت. ايه وي اللغه التليني سهل كده تهرشها من اول قعده. امال ايه اللي جابك لما العشاء عنب كده؟ ايه الحرام كان ناس يا بسيوني. حرام يحكف الله الشهر. الوليه مراته والبت بنته. فاكرين البت وداد الغزيه؟ ايوه اللي كانت بتيجي المولد مع بنته. ايوه اللي كانت شبه ناديه الجندي كده. ايوه ايه شعر ايه وجسم ايه، كانت نفس القطعيه بالظبط. كانوا قطرني في الرايحه والجايه، واحده تقف لي في ملابس حمراء ملتهبه ايه، والتانيه تقف لي في اوضاع ساخنه يا ابويا يا ابويا ملتهبه برضه ايه مش عايز. وطول ما انا رايح جاي بوس بوس بوس. ما تبص قدامك يا ولي، ما كانش فيه خشي لما كرهوني في البوس، وبعدين راحوا قافشين على بعض. انا قلت حرام حرام البوس، لا حرام الوليه تخسر بنته. قلت لها بقول لك ايه، يا اما البوس ده يكون اخوي يا اما هقول لجوزك. جمت هي يا كسبه جيت وبلغت غفر السواحل مش كده يا ابو لمعه؟ ايوه كان ليها خل في شرطه المسطحات هو اللي عكشني. ده ما تصدقوش يا رجاله، ده كان معكوش عكشه حرام زرايب قبل ما يروح ايطاليا ولا يشم ريحتها حتى. امال ايه اللي بوس بوس والوليه وبته وهلال عليك يا عبد المعطي والنعمه تلاقي بتوع غفر السواحل هم اللي كانوا بيبسوه. بس يا ظريف منك ليه؟ جابكم القرف ما لكمش غير في المقلسي. اوعي اوعي اقول لك وانا مش حمرا ساكيني. اربط عم حماده. يا ابو علي يا زيك تعالى انزل، مش هينفع قاعد عندي شغل، الكسندر لازم تطلع يا جدع. انزل حط زيت حماده. وحشنا يا ابو علي. ابو علي يا اكبر، النهارده اسمي الباشمهندس حسن. النتيجه طلع في الكنترول يا علي. اه عشان كده ابوك عامل لك فرح بره، بس اللي عمله كوم واجبي معاكم تاني يا صاحبي. تعيش يا صاحبي. والله انت تستاهل كل خير يا ابو علي، بس انا نفسي بقى تنقل من شغلانه المكنجيه دي لاستاف المهندسين. هات شغله المكنجيه هي الاصل، مفيش مهندس يجي المينا غير لما اصغر مكنجي هو اللي يعلمه الشغلانه الصح. بقول لك ايه، في واحد حبيبي شغال في شركه اوفر سيزر، ايه رايك نكلمه لك تتعين تشتغل لك سنتين ثلاثه تعمل لك شويه فلوس حلوين، ولا يا عم تهج على اوروبا زي ما العيال البحريه بيعملوا؟ اوفر سيزر ايه واوروبا مين؟ ايوه واسيب البحر واسكندريه دي كلها لمين؟ انا حسن نورس على قد ما يلف ويطير وسط المراكب لازم يرجع ويحط على الشط تاني، ولو ساب الشط هيموت يالا. قوم عشان اشوف ابويا. يلا شربات النورس يا رجاله، شربات النورس. الف مبروك يا حسن. الله يبارك فيك عم تولي. امال فين النورس يعني؟ مش فاهم. تلاقي هنا ولا هنا زمان وجاي دلوقتي. انا ابو المسموح. اه نورس الف مبروك يا نورس. الله يبارك فيكم يا رجاله. مبروك ابو علي، اخيرا بقيت باشمهندس في الدنيا. كنترول. الله ما دام حد من جوه طمنك يا جدع يبقى خلاص اطمن. كله على الله. الله بص ابوك. مبروك يا ريس. ايه يا ريس رصيدي كل ده؟ عارف الفرح في نفسه. وانت لسه شفت حاجه؟ ده احنا هنعمل احلى فرح في المينا. بقول لك ناولني انا. ورينا رشيدي. ايوه زي زمان بقى. سمعوني احلى مزيكا. قلبي بيتقطع كل مره باجي فيها مشوار زي ده يا ولد. يا لهوي ما ده كل شويه حضرتك بقى فيكي. وبعدين ايه المكان ده؟ ماله المكان ده زي الفل، في ايه؟
بقول لك ايه، انا هعرفك على الراجل دوت وامشي على طول عشان عندي ميعاد معاه. لا ان ده لدي. لا طبعا، وانا مالي مش حشرني بينك وانت الاثنين هتعرفوا ان شاء الله عشان تتجوزوا. انا مالي بقى؟ طب هو عنده كام سنه؟ 30 سنه. ما اتجوزش قبل كده، عنده شقه في اسكان الشباب 75 متر، والباقي انت هتعرفيه لو. طب هو عارف ان هو عارف كل حاجه؟ والله العظيم عارف كل حاجه وحكي له على كل حاجه. مالك يا بنت مسندحه كده ليه؟ شايفه البنات عاملين ازاي يا ورد، وانا لبسي قديم ازاي؟ ماله لبسك، انت زي القمر. وبعدين ايه اللي عاجبك فيها؟ دي شبه الرجاله في شعرها ده، انت بقى زي القمر وانا عامله لك شعرك. يلا بقى ربنا يخليكي. يلا افردي وشك كده واضحكي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذ محمود، ناديه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضلوا واقفين ليه؟ اتفضل. معلش بقى انا هستأذنك عشان عندي ميعاد. بس طب خليكي معانا شويه ورد، اقعدي معانا شويه. معلش بقى مره ثانيه. على طول كده. شرفنا بيك. شكرا. شكلك بتحبيها قوي على فكره. ورد دي زي اختي. ربنا يخليكوا لبعض. كانت قالت لي انك معاكي دبلوم تجاره حاجه زي كده. فعلا معايا دبلوم تجاره، بس الحقيقه انا لا عمري حبيتها ولا فكرت اشتغل بيها. ليه؟ يعني تقدر تقول اني بحب التطريز والخياطه اكتر. انا حتى المفصله الهدوم دي. بجد ذوقك حلو قوي على فكره، ولايق عليك يعني، غير مختلف غير لبس كل البنات الالوان الكتير اللي بيلبسوها دي. معلش سوري، انا طلبت قهوه قبل ما تيجي. تحبي تشربي ايه؟ ممكن اشرب شاي. اوكي. يا بنت انا عارفه انت سحباني ورايحه على فين كده. تعالى مش معاكي في حته. تعالى بقى والنبي تعالى اسمع الكلام بقى. بسرعه يا حسن. بسرعه يا مجنونه انت. انت بنت واخداني على فين؟ تعالى بس. كده. كده؟ بس خلي بالك. ايه؟ هننزل تحت؟ انزل انت الاول. حاسب. يلا. على ما. بعدين كده. كده؟ انزل. طفاني يا ورد. يلا. اقعد فين؟ هنا. يعني انت جايبالي المشوار ده كله عشان تقعديني هنا؟ تعالى بس، تعالى بس يا حسن والنبي بالراحه عليا. انا دايما باجي هنا اقعد لوحدي. تيجي هنا لوحدك؟ تيجي لوحدك تعملي ايه هنا يا بنت؟ ما تخافش. الله بالراحه. ايوه عليك يا حسن. اقعد اقعد بس، اقعد وانا هحكي لك. بص يا سيدي، انا دايما باجي هنا واقعد ادعي لك واقول يا رب ترجع لي بالسلام. وكمان ايام امتحاناتك كنت باجي هنا واقول يا رب تنجح يا رب، والماده اللي تخلص منها ما ترجعش تذاكرها تاني ابدا يا حسن. اذا كان كده ماشي، كده يبقى سر وبادع. مش قلت لك سر وبادع؟ ماشي. استني، انت بتعملي ايه؟ انت نسيت ان انا معاكي ولا ايه يا بت؟ خدي امسكي. لا قولي الاول انت نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسك في حسن؟ نفسك في ابو علي؟ انا اقول لك نفسي في ايه؟ نفسي بنت ورد اجيب لك احلى بيت في اسكندريه كلها. ارجع كل يوم من الشغل تعبان، تعملي اكل بايديك الحلوين دول ينسوني تعب اليوم كله. بعد ما ناكل نقعد في البلكونه نشرب شاي. البلكونه دي لازم تبقى بتبص على البحر. تقعدي بقى تحكي لي ايه اللي حصل النهارده، والواد رشيد كسر لك ايه في البيت. رشيدي مين؟ رشيدي مين؟ رشيد ابننا يا بت. يا لهوي، انت هسميه رشيدي؟ امال اسميه سوسو؟ حرام عليك يا حسن، ده عيل صغير ما يستحملش. ايه المشكله يا بت؟ ما ابويا كان اسمه رشيد وهو صغير، وكبر بقى اسمه رشيد برضه، مفيش حاجه. خلاص يا حسن اللي تشوفه. يلا ايه انت بقى قولي نفسك في ايه؟ استني، انت رايحه فين؟ يا بنت بقى براحتك، احنا صارفين. جري يا عم البحر. يا عم اهدى، خلاص انا قلت كل اللي انا نفسي فيه. نفسك في ايه بقى؟ نفسي تفضل معايا على طول يا حسن. بس كده؟ هاتي بقى عندنا الواجب ده بحر. ايه؟ الجني ده هيفضل معايا. ليه يا حسن؟ عشان الأمنية دي اللي حققها لك، مش الراحة. أنا عارف إن البنات بتحب الشوكولاتة، فأنا قررت أجيب معايا واحدة وأنا جاي. والله لو البنت اللي هو أنت طبعًا طلعت لطيفة هديها لها. اتفضلي. طب ولو كانت طلعت مش لطيفة؟ كنت أنا أولى طبعًا، يعني هو هيبقى موت وخراب ديار. اتفضلي. شكرًا.
انت عارف انا بحب الشوكولاته بس الدكتور منعني عنها. على فكره هو مش قاعده يعني، مش في كل الحالات بيبقى مضر، في حالات مضره وحالات عادي، مش ازمه يعني. بس انا هتلاقيني خبره في موضوع امراض القلب ده بالذات. هو انت كمان؟ لا لا مش انا، مامتي كده وخالاتي الاثنين كده وبنت خالي الصغيره برضو، يعني زي ما تقولي مرض القلب ده وراثه في عائلتنا خصوصا البنات كمان. ربنا يشفي. فمن صغري بتعامل مع الموضوع ده على انه عادي، مش حاجه كبيره يعني، زي دور البرد كده. عمري ما في يوم يعني حسيت ان والدتي عندها اي مشاكل. اه بس يعني في ناس عندهم مشاكل، يعني انا مثلا ممنوع عني المجهود زياده، يعني ما ينفعش يكون عندي اولاد. ما ينفعش يكون عندك اولاد؟ ليه بالظبط؟ عشان زي ما انت قلت المرض ده حالات وحالات، وانا حالتي ما ينفعش معاه. هو طبعا اكيد ربنا بيحبك وعشان يختبرك بحاجه زي دي. وعلى فكره الاطفال مش عند كل الناس حاجه مهمه يعني، في ناس بتفرق مع الاطفال، ناس ما بتفرقش، هو ناس وناس زي حالات وحالات. بس هو انا بالنسبه لي موضوع الخلفه ده مهم. هو انت طبعا انسانه كويسه واكيد ربنا شالك حاجه احسن، انت انسانه جميله وكويسه. يا قلبي قطع العريس هو وامه، وقطعت انا كمان اللي خليتك تنزلي عشان تقابلي. ما كانش قصدي بروح، معلش يا طنان، حقك عليا. تعالي يا ورد. عشان خاطر ودي هديها يا ورد عشان ابو كرش الزمن جاي يا طنان. ما قلتلوش ليه يا ورد؟ والله يسوق عليا، وبعدين انا كنت فاكره يعني انه هيقدر ويفهم. هو ما فهمش يا ورد، ما فهمش. ده اول مره دي ايه؟ ده بقى عيلته كلها عيانين زيي، جاي متفصل ومتطرز جاهز يا ورد، وبرضه ما فهمش. قولي ليه ما تعملي كده في نفسك؟ حقك عليا، انا اسفه. انا مش زعلانه منك يا ورد، ومش زعلانه منك. أنا زعلانة من الدنيا يا ورد، زعلانة من كل حاجة ماليش يد فيها ومش عارفة أغيرها. تفتكري بقى هلاقي اللي يجي يغيرها علشان؟ أكيد طبعًا، أكيد صدقيني. 100 مرة قبل كده قلتي لي أكيد وما بيحصلش. 101 هيحصل. وممكن لأ. كفاية بقى كده يا ورد. كفاية قلة قيمة. أنا من النهاردة مش قابل غير البني آدم اللي يتمناني ويعوزني بكل ظروفي. يا ورد أنا طول عمري بحلم أحب حد ويحبني. من ساعة ما وقعت على الدنيا وانا شايفاك انتي وحسن ما بحسدكوش والله يا ورد، بس انا نفسي ابقى زيكم، نفسي عيني تلمع زي عينك لما بتشوفيه، نفسي قلبي يدق زي قلبك لما بتسمعي اسمه. ده صعب؟ لا لا مش صعب صدقيني، وهيحصل، هيحصل ان شاء الله. ارتحتي يا امينه؟ قعدت تزن عليها لحد ما نزلت وراحت، مش كده؟ نبي حسن ابوس ايدك اخوي، لو امك غالي عندك وطي حسك احسن، ابوك لو سيبها هيعمل لنا حكايه. احسن خليه بقى يسمع يوم يكسر البيت علينا كلنا كده برضو. يا حسن اخص عليك يا امينه، ما انت اللي ما بتسمعيش كلام حد. مليون مره قلنا لك الجواز مش بالعافيه، ونادي دماغها مش كده، واللي نفع مع غيرها مش لازم ينفع معاها. قولوا اللي تقولوه، بس انا ام، انا وليا يا حسن، وبحس بالولايه اكتر من اي حد. نادية يا بنتي حبيبتي لا راحت ولا جت، ولا هي زي البنات اللي في سنها. حرام عليكم بقى، نادية صعبانه عليا قوي. يعني هي مش صعبانه عليا؟ تفتكر ان انا مبسوط ان انا شايفها قدام عينيا كده مش عارف اعمل لها حاجه، مش عارف حتى افرحها عشان خايف تروح مننا؟
نفرح، بعد ما بعد كده المقدر هو اللي مكتوب. يا سلام، وتتجوز ونسيبها تموت بعد الشر عليها. ما تقولش على اختك كده، ان شاء الله هتعيش يا ستي. وانا اللي بقول للدكاتره اللي بتقول، وانا بقى مش مستعده اجرب في اختي. عمر بيد الله يا حسن، ما بتشوفش يا طنايا نظره الحزن اللي في عينيها لما وهي ماسكه فستان فرح، ولا لما تسمع زغروطه وحد يقول لها عقبالك يا عروسه؟ بتقطع قلبي يا حسن. نفسي اشوف الفرحه في عينيها يا ابني. وانا نفسي تفضل عايشه، مش مستني اللحظه اللي اشوفها بتموت قدام عينيا. انت كده تبقى اناني يا حسن، انت ما تعرفش يا ابني المقدر والمكتوب. يا ام حسن سيبها تعيش، خلينا نفرح، خلي هي كمان تفرح. ماشي يا ام حسن، ماشي، ربنا يسهلها ان شاء الله. لما اوزع حق صاحبات تعالي هنا، ما تخافيش، ما انت عارفه ايده الشمال غبيه. عارف. واحد بيرا يا سيكو. انا يا دكتور علي. ايه اللي عملته مع الدكتور سعيد؟ عملت ايه؟ انت مش دكتور عظام، والدكتور سعيد اقدم منك. بتاخد المريض بتاعه ليه وتعمل له كبيره؟ او التمريض راح قال له كل حاجه وعامل مشكله. الواد كان بيصرخ من الوجع، مش قادر يحرك صوابع رجله، وام المسكينه مش عارفه تعمل له اي حاجه، وكل ده بسبب الاستاذ الدكتور اللي كان عايز يخلع بدري. انت صح يا عم علي، بس برضه مش من حقك تتدخل في شغل غيرك. لا من حقي اتدخل لما الاقي اهمال بيعرض طفل زي ده للاصابه تتكرر تاني وتالت وتاثر على نموه لما يكبر. من حقي اتدخل لما الاقي مجموعه دكاتره ممرضين ما عندهمش اي رحمه، بيعاملوا الناس كانهم صراصير لمجرد انهم فقراء. من حقي اتدخل لما اشوف معايير المهنه وهي بتتغير. احنا بنعالج الناس يا دكتور، مش بنموتهم. خلصت هتاف؟ ايوه خلصت هتاف. طب اشرب البيره. مش عايز بيره، سلام. متردد؟ تفضل متردد. ايوه متردد. متردد، مش عايز اكمل في الطب. ان شاء الله عنك ما كملت. انت كل شويه مش عايز مش عايز مش عايز، امال درست طب ليه لما انت مش عايز؟ صدفه والله العظيم صدفه. اي حد يتعب في العيله اروح عند اهله الدكتور، واكون انا المسؤول عن تعبه وعن مواعيد الادويه. وبعد كده لزقت فيا، الدكتور علي راح، الدكتور علي جه، وبالصدفه برضو جبت مجموع عالي. وعندنا في الصعيد اللي بيجيب مجموع عالي لازم يدرس طب، كلها صدفة بصدفة يا دكتور، فهمت؟ طب اشرب البيرة، اشرب. عمرو بيه مساء الفل. اهلا، ازيك يا اكرم بيه؟ الحمد لله سعادتك. ازاي صحه الباشا النهارده؟ تمام، ومزاجه كمان تمام. الله ينور يا اكرم. بنتعلم سعادتك، بنتعلم. واضح، لانك تقلت العيار على الراجل اول مره دي. الباشا كان عايزك تضايقه بس مش تجيب له هارت اتاك يرميه في المستشفى من ساعتها. نصيبه بقى سعادتك، وزير فاسد في وزاره مهمه زي دي هيكون مصيره ايه غير يا السجن يا العيا. ادينا رحمناه من سجن الحكومه ووصلناه بقى لسجن سبع نجوم. فاسد ايه يا اكرم؟ انت صدقت نفسك ولا ايه؟ وكلنا عارفين ان الراجل كان شايف شغله كويس، لولا انه غبي مش اكتر. ما هو ده بقى مصير الاغبياء سعادتك. طيب نشوفك قريب بقى يا اكرم. ان شاء الله. والنبي عمرو بيه قول للباشا اكرم البدري في خدمتك دايما. مع الف سلامه. مع السلامه. وفضل اي حد يجي يمسح على راسي. حسنه سهل، اصل انا يتيم، ابويا وامي ماتوا من زمان، عشت زي الغريب في بيوت قرايبي، شهر في بيت ده واسبوع في بيت ده. كانوا وزعوني على بعض بركة وثواب،
خد اليتيم الشهر ده عندك يمكن ربنا يكرمك. الاكل بحساب والنوم بحساب حتى الكلام بحساب، وكانوا كلهم اكبر مني. كان يبقى نفسي اتكلم اقول اي حاجه، اسمع صوت لاي حد. كانت كانت بتعدي علي ايام بحس ان صوتي متسلسل من كتر السكوت. لغايه عرفت طريق الورقه والقلم، وبقيت اكتب واحكي واقول لهم عن كل الصمت اللي جواه. لما تعيش عمرك كله مستني يوم تروح بيتك، واليوم ده ما يجيش هتعود نفسك انه مالكش بيت. تمام. تعالى يا حبيب قلبي اقعد. ايه ده؟ جبتي دي منين؟ I did it with Photoshop. You did it with Photoshop؟ واو حبيب قلبي، بابي عبقري وانا معرفش ولا ايه؟ برافو يا مارو. لا طب ليه مامي مش معانا؟ انا مشفتش مارو قبل كده بتولع كاندلز لنانا، احنا التلاتة بس. وانت بتولع لها كاندلز؟ ما بترضاش، بس ما بعرف ان نانا زعلانه مني. قولي يا مارو، بتحس بايه لما بتبص لنانا كده وتبص لملامحها الجميله دي؟ بحس انها بتيجي تقعد معايا وتكلمني، بس انا ما اشوفهاش. بس لو مامي سابتني ولا كاندل واحده هشوفها. عشان كده ما حطيتهاش في الصوره معانا؟ بحس انها مش عايزه تكون معانا. خد يا حبيبي، شاطر، اعمل واحدة تانية، يلا. النهاردة ثانوية ماما، وانت عمرك في حياتك ما ولعت لها شمعة. يا ترى ناوية تيجي معانا النهاردة ولا زي كل سنة؟ ما انت عارف يا أكرم إني مشغولة وعندي مواعيد النهاردة في الروتر.
الله، مالك يا بت؟ بحلاقي فيا كده ليه؟ بملي نظري منك. وده من امتى ان شاء الله؟ اصلك بتفكرني بابويا. مش انت برضه زي ابويا وربيتني؟ طبعا زي ابوك الله يرحمه، الف رحمه ونور تنزل عليه. نين ابو كريم؟ ماشي. ايه الوقت عقلك؟ في حد راضي يا حسن؟ في حد راضي؟ اسمع، هو في حد يطول؟ بقول لك ايه، انا كل ده ساكت ومش عايز اتكلم معاك لحد ما تهدي وتبقى كويس. انا دي انت مش عارفه ايه، انا لما برفض اقعد مع حد عشان شايف ان هو مش من قيمتي. انا عايز اقول لك على حاجه، ده انا بحسده من دلوقتي، بقول مين ابن المحظوظ اللي هيصحى كل يوم يلاقي القمر ده قاعد جنبه في البيت؟ حاسه لسه ما اتخلقش. مفيش حد يسال طبتك وحنيتك فيها انت. وعايز اقول لك على حاجه بقى، انت ما حدش هيجوزك غير عريسك، ده لازم تعمل له كشف، تعمل له اختبار، لازم اعرف ان راجل زي الفل. ربنا يخليك ليا يا حسن، يفرح قلبك انت كمان. هذا اللي يفرح قلبي ان انت تبقى مبسوطه ومطمنه ومش خايفه من ولا حاجه طول ما انا جنبك. اكيد يا حسن. خلاص؟ اكيد. حاجه بقى. حاجه عشان نازل عندي مشاوير. لا 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 الله. محمد رسول الله. خلي بالك على نفسك. ماشي. ليه كده؟ مش هينفع يا بنتي. انا اسفه والنبي يا استاذ وهبي، والله انا حاولت اكتر من مره بس اعمل ايه. انا اول يوم سالتك قلتي لي انك متمكنه وصبرت عليكي يوم واثنين وثلاثه، والنهارده رابع يوم انا مضطر لفصلك من الشغل. انا اسفه والنبي يا استاذ وهبي، في ايه؟ الروايه دي بقى لها اسبوع هنا ومطلوب تسلم بكره، وهي ما خلصتش حتى ثلاث ارباع بتاعتها. ايه القرف ده؟ معلش معلش، ولا يهمك، انا هتصرف. تعالي معايا يا بنتي بالراحه، واحده واحده. هو اصلا عايز يمشيني من الشغل من ساعه ما جيت هنا، بقالي اسبوع يديني 500 ورقه اعمل بيهم ايه. معلش بس برضه انت غلطانه، انت من ساعه ما جيتي وانا شايفاكي عماله تكتبي بسرعه، وكل ما تكتبي بسرعه تغلطي تاني وترجعي تعيدي تاني. واحده واحده بالراحه، تعالي نبدا. بيقول لك مره اتنين ماشيين مع بعض، بعض سابهم ومشي. مره واحد صعيدي طلع له مصباح علاء الدين، قال له شبيك لبيك، عندك وملك ايديك؟ قلت له، قال له انا عايز كوبري من هنا لامريكا. قال له ايه ده؟ شوف لي طلب اسهل من كده شويه. قال له خلاص، خلي لي كل صعايده اللي بلدنا يفهموا. قال له انت عايز الكوبري رايح جاي ولا رايح بس؟ بيقول لك مره واحد صعيدي فين مات. مرة قنبلة وقعت على هوا عملت بوم. لا مؤاخذة يا شو، اتأخرت عليك. ولا يهمك يا سي حسن. معلش يا شو، أنا مش هينفع أجي معاكي، عندي شغل ولازم أسافر. أيوة بس أنا كنت معلش خالص معانا، بس بقول لك إيه، خد الفلوس دي خليها معايا. لا لا انا معايا معايا والله. اسمع بس الكلام، خليه معاك احتياطي، انت جايز تحتاج لحاجه. معلش بس انا مش عايزه فلوس يا سي حسن، انا عايزاك انت معايا، يعني محتاجه وجودك جنبي قوي. والله شو غصب عني، ما انت عارفه انا فيها. وبعدين ما تقولش حاجه، انا فاهمه كل حاجه، بس انا خايفه، خايفه قوي، مش عارفه ايه اللي هيحصل. هيحصل كل خير ان شاء الله، ما تخافيش. وبعدين انا سالت على الدكتور قالوا لي كويس قوي، هو عملها كتير فما تقلقيش. توكل انت على الله، شوف شغلك وانا هبقى اكلمك اطمنك. ماشي يا اختي، وخلي بالك من نفسك. تعالي يا سي حسن. ربنا معاك ان شاء الله، تعالي بس اركبك حاجه، تعالي شوف. خلي بالك. ها طمني لما توصلي.
بونجور. بونجور اكرم بيك. اهلا بيك يا عبير، ازيك؟ انا كويسه، شرف زياره حضرتك لينا. المره دي اتاخر قوي. ما تهيأليش ان انا اتاخرت قوي للدرجه دي. اللي تشوفه حضرتك. اتفضل يا باشا. ده مين ده اللي قدام شويه وهتبص ايده ورجليه؟ دي فتاة اكرم البدر اللي بيطلع في التلفزيون. حنان فكرة. السلام عليكم يا اخ. ما تشوفش عزوز والنبي. يا حسن ما تهزرش يا اخي. يا عم بهرج معاك، غير هدومك يلا، عايز اخرجك شويه. لا يا ابو عمرو مش كتر، اخرج انت. اخرج انا؟ يلا تعالى ننزل نشوف البحر، حبستك للنهارده مش تنفعك. يا عم انا مبسوط بالحبسه، انا مبسوط بالحبسه، اخرج انت. انا غلطان بقى اني عديت عليك عزوز. حسن خد اقول لك ايه؟ ما تعرفش مين البت اللي كانت واقفه النهارده بتتفرج عليا في الكلوس وانا بلعب؟ كلوس وبت؟ بت مين عزوز؟ بت زي القمر يا حسن. دي عليها جوز عمور ولا ضحكتها يا ابوي؟ ضحكتها حلوه قوي. حلوه قوي؟ لا ما شفتهاش، المره الجايه بقول لها. يوه، هو انت الواحد ما ياخدش منك اي كلمه يا اخي؟ اوعى. طب شيل الكتكوت ياض اللي على دماغك. خد الكتكوت. خد يا واضح ان انتوا جبتوا حاجات جديده. احنا كلنا في خدمة سعادتك. ذكرى مع الباشا. حنان تعالي معايا. آدم
دنيا جديده بتفتح لك يا نورس. بتقول لك عدي، تعبت كتير بقى وانا الاول ترتاح. لازم تتنقل نقله تانية يا اخي، نقله تلاقي فيها كل اللي حلمت بيه وابوك قبل منك، الباشمهندس حسن الرشيد. ابو علي انت هنا؟ ايوه برضه. مش يا حبيبي. تسلم ايدك يا عم رضا. ازيك عامل ايه؟ عايز اسالك سؤال، ايه رايك في المعلقين بتوع اليومين دول ولا ميمي الشربيني؟ ميمي الشربيني طبعا، هو في زي ميمي الشربيني؟ طب بقول لك على حاجه، انا من كام يوم كنت بتفرج على ماتش قديم بتاع الاهلي والكروم، قال لك ايه؟ قال لك مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، مجدي عبد الغني ماشي بالكوره، دخل على الجول، مجدي عبد الغني 26 سنه بيدور على العروسه، ده بيخطب على الهوا يابا. دنيا تقلي غيرها يا اخي، حتى في المعلقين. يا عم ما تضايقش نفسك، اهو مجدي عبد الغني بطل كوره واتجوز وخلف وجاب جون في كاس العالم بيزلنا بيه لحد النهارده. لحد النهارده. لحد النهارده. تعالوا على الجول. يلا بينا. ساعة البيه يا ساعة البيه. خير؟ حضرتك نسيت دول. خد يا ابني. ايوه يا باشا، مرنا كبير. كل سنه وانت طيب. ايوه 200 جنيه حته واحده، ربنا يخليك لينا يا كبير. استفتاحك زي العسل باذن الله. شكرا يا باشا، مع السلامة يا ريس، مع ألف سلامة. قالها ناظرا لي وهو يعاني من عذابات تشع من عينيه. حزين هو المجتمع. الذي يبدأ نصف كلامه بكلمة تخيل، فلم يعرف الحب يوما ولم يعرف العشق يوما. فإن أردت حلمك اعشقه. الو. ايوه. ايه يا دوك، ايه الاخبار؟ تمام. ماشي حاجه؟ انت مش نازل؟ انزل فين دلوقتي؟ الساعه 4 العصر. في حد يتصل بحد الساعه 4 العصر؟ يا دوك الساعه 4 العصر وانا بكلمك الساعه 4 الفجر. انا من الناس اللي ما بتروحش في حته الساعه 4 العصر. عايز تنام يا اخي؟ ده انت الغريب جدا. ايه ده؟ الو. ازيك يا علي، عامل ايه؟ الحمد لله يا فاتن. انا كنت نازله اجيب شويه حاجات وكنت هعدي على واحده صاحبتي في المنشيه. فقلت انت بتقعد هناك على طول يعني. قلت يعني لو ينفع اشوفك قبل ما اروح. شوفيني؟ هو في حد بيشوف حد الساعه 4 العصر؟ ايه؟ مساء الخير دكتور فاتن. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ ايوه يعني مش فاهمه ايه مشكله الساعه 4 العصر دي. بهزر معاكي بهزر معاكي. اه طيب ماشي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا ابو علي. اقعد يا حبيبي اقعد. ايه حكايتك بقى يا سيدي؟ رايح جاي رايح جاي، قلقان يا دكتور قلقان يا دكتور. في ايه يا ابني؟ ده رئيس القسم نفسه لما بيجي لي المحراب العظيم بتاعي ده ما بيقوليش انا قلقان يا دكتور. وبعدين انا مش فاهم قلقان من ايه، ما نتيجه الكنترول قدامك اهي. معلش يا دكتور، بس انا مؤاخذه يعني مش هطمن غير لما اشوفها بعيني. بعدين السنه الجديده دخلت وانا لسه قاعد محلك سر. الصيف كله على ماده، لولا الماده دي كان زماني دلوقتي متخرج. يا ابو علي يا ابو علي، دور سبتمبر دايما بياخد وقت، وبعدين احمد ربنا انها ماده واحده، كان زمانك عايد السنه كلها. لا الحمد لله على كده.
قول لي بقى انك عامل قلق مصطنع ورايح جاي كده عشان تتهرب من الشغل. يا سلام، ده سيادتك تمر واحنا ننفذه على طول. طب يا عم الخدوم، دي مفاتيح اليخت بتوع واحد صاحبي. هو في مشكله بسيطه كده بس انا عارف ان ابو علي قدها ودود. خير؟ الخطفه بقى اللي هخطفها لك انه في ابو قير. يا سلام، لو في بلطيم نروح العوم. ازيك يا حسن؟ ازيك يا باشمهندس؟ يا باشمهندس محمود، احنا اتفقنا ان في مواعيد محدده هي اللي تجيلي فيها مكتبي، يعني دلوقتي حضرتك تروح على سكشنك وتشوف شغلك. بس انا محتاج اراجع التطبيق اللي انا اقترحته واللي انا رفضته. حضرتك انا معرفتش اسباب للرفض، وده شغل شهور. ده مش شغل اصلا يا باشمهندس. ازاي يعني يا دكتور؟ انا وصلت المنطقه محدش وصل لها قبل كده، كل اللي اشتغلوا على نقطه الباور مفيش حد منهم وصل لنقطه اعلى من اللي قابله، حتى حضرتك مع احترامي ليك اشتغلت بنفس الوسيله وما وصلتش لنتيجه. لو حساباتي كانت مظبوطه. لو حساباتك كانت مظبوطه، هو ده المصطلح. لو يعني حضرتك اشتغلت على نفس الموضوع بس من زاويه تانية، يعني في النهايه هتوصل لنفس الحيطه السد اللي كلنا وصلنا له بما فيهم انا، مع احترامك لسيادتي. عشان حضرتك ما سمحتليش بالتجربه. خلاص انتهينا، اتفضل دلوقتي روح شوف شغلك. اتفضل يا باشمهندس. عشان يبقى دكتور ناجح لازم يتعلم الاول ازاي يكون معيد شاطر. طبعا. انت ناجح ناجح. لا انا مش قلقان، ربنا يستر. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجه. يعني مش بتفكر في واحده؟ هو عيب انك تفكر في واحده؟ يعني انا لو سرحت شويه وانت بتتكلمي اكون سرحت في واحده؟ هو انا حسيت كده ودايما احساسي بيبقى صح. احساسك المره دي صح. هو انت ليه دايما لما بتكلم معاك في حاجه زي دي بحس انك بتقلب الموضوع تهريج وتستقلب كلامي؟ لا مش طبعا. انت عايزه تحللي شخصيتي؟ لا اكيد مش قصدي كده يعني، بس هي حاجه جت في بالي وقلت اقولها لك. يعني مش اي حاجه تكون في بالك لازم تتقال. يمكن يكون عندك حق، بس انا اتعودت لما بكون قريبه من حد بتكلم بطبيعتي عادي بقى من غير ما احط اي فلاتر على افكاري. وعموما انا اسفه يعني لو ما تتأسفيش. خلاص بالنسبه لموضوع الفلاتر ده لازم ناجله عشان هنتاخر. اتفضلي هنتاخر. يلا تاكس. استني يا بنت مالك اسحى كده ليه؟ يا ساتر. انت يا بنت اللي معرفش اسمك. استني يا بنت، عايز اقول لك كلمتين. اني عبد المعطي شلش، ومن ساعه ما شفتك وانت على الترع بتشطفي المواعين وانا عايزك تشطفيني، قصدي يعني تليفيني، يوه قصدي يعني ترعيني زي ايها طبق ولا بلاص عندكم في الدار. انا قصد خير والخدمه الشريفه. هه قلتي ايه؟ انت سامعاني ولا انت مصنقه في ودانك ولا ايه؟ بعد الشر على ودان الغزال. ما دام ابتسمتي يبقى ايه؟ بيعملوا ايه بعد كده؟ استني يا بنت. يا حضرة العمر. استني يا بنت يا بنت. ورد، عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ يقول البنت المخبله دي ما بتردش ليه؟ انت يا ورد. اسم الله اسم الله، سرحانه في ايه؟ مفيش. بقول لك عجبك الفستان اللي انا عملته لك؟ اه طبعا حلو قوي. هو انت بتطلع من ايدك حاجه وحشه برضو؟ امال مالك عامله كده؟ مفيش حاجه. تعالي تعالي في حضني. وحشني حضنك قوي يا ورد. كل مره بحضنك فيها ضنايا بحس نفس الاحساس اللي انا حسيته لما كنت حته لحمه حمرا لما امك الله يرحمها ربنا اختارها. يوميها سبحان الله ربنا زرع في قلبي محبتك، بقيتي عندي اغلى من حسن ونادية. لما كنت صغططه قد كده كان طولك شبري، كنت دايما في كل صلاه ادعي واقول يا رب يا رب ربنا يجعلك من نصيب حسن ابني عشان ما تبعديش عن حضني ابدا. ايه ده؟ مالك يا قلب امك؟
ولا حاجة خالص، مفيش، بس يعني حضنك كان وحش. الكلام ده على أمينة برضو؟ في إيه يا حبيبتي؟ أصلاً حلمت حلم وحش قوي قوي، إني مفزوعة من النوم. خير لما جعله خير. احكي لي يا ضنايا. حلمت إن أنا في مركب في وسط البحر، وحسن واقف على الشط التاني، بس مش لوحده بقى. طب وماله؟ البحر في المنامات حلو. ها كملي. كان واقف وانا عمال انده عليه انده عليه، بص لي وراح مديني ظهره ومشي. اي عبيطه يا عبيطه، يمشي يروح فين؟ ده لازق بغيره. حسن يمشي برضو. طب دي الضحكه الحلوه الورد، والكلمه الحلوه الورد. استعيذي بالشيطان يا بنتي عشان ربنا يبعد عنك الهم والقلق. يا رب يا ماما يا رب. عارفه يا ورد، كل اللي انت فيه ده ضنايا صدفه، يعني عين وصابتك. اه والله يوه، ده انا ياما يا بنتي العين صابتني. عارفه يا ورد، لما كنت انا ورشيدي مخطوبين، لما كان يعدي عليا عشان يخرجني ما اقولكيش، من هو على الإمة يدخل كده بطوله وعرضه. يا اختي كل نسوان الحته قبل بناتها يتهبلوا عليه، وانا بقى كنت امشي جنبه هو مأنجزني. كان لما يميل عليا كده ويوشوشني ما اقولكيش الدنيا وما فيها، احسه صوته كنت بحس وانا جنبه ان انا ست الستات. كانوا كل نسوان لحتة في كوم وانا فيكم تاني. تذكر جدته حين كانت تطلب منه العودة لأمه، حين كان يدخل بيتها يوم الجمعة. كان أطفال العائلة يجتمعون في ذلك اليوم عندما يأتي الجميع لزيارة الجدة، وكانت هي تسعد بهم جميعا إلا هو، حتى إن رفضها له انعكس على أبناء وبنات خالاته الذين أخذوا يطلبون منه أن يذهب ليلعب عند أمه كلما أقبل عليهم. وكأن الجميع قد نسي أن أمه قد ماتت وهي تلده. لا لا لا، اسمح لي يا دكتور جلال، مجرد وجودي هنا في مكتب حضرتك وأنا في موضع اتهام أنا بعتبر ده إهانة. لو سمحت يا دكتور، مفيش حد هنا ضدك. الإهانة إن أنا أتعب واشتغل؟ من فضلك اديني فرصتي إن أوضع حد للمهزلة دي. هو ما يتكلمش ليه؟ أدام حضرتك بتساوي بيني وبينه يبقى يقول اللي يقوله. مهزلة. صباح الخير. صباح الخير يا حسن، ازيك؟ ازيك يا دكتور. ايه ده تهريج بقى؟ يعني طالب زي ده بيعمل ايه هنا وايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ حسن، انت كنت موجود في مكتب الدكتورة عزت لما محمود قدم التطبيق بتاعه؟ ايوه يا دكتور، كنت موجود. فاكر التطبيق ده كان عن ايه؟ يعني متهيألي انه كان عايز يزود الباور لنظام معين. وفاكر رد فعل الدكتور عزت ايه؟ دكتور عزت رفضه بالكامل. بس يا دكتور الموضوع بسيط، يعني اكيد دكتور عزت كان عايز مصلحته او كان يعني. شفت حضرتك؟ متهيألي دلوقتي ما بقاش في شك ان الدكتور عزت رفض التطبيق بتاعي عشان ياخده وينزله في المجله العلميه ويكتبه باسمه. حسن، دي الرسومات اللي انت شفتها في مكتب الدكتور عزت؟
ايوه يا دكتور. ايه حضرتك دكتور في حاجه؟ حسن رجع محمود. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله وحشني. انت وحشنا قوي. الله يخليك. تعالى نشرب شاي. تعالى اتفضل. يا ده انا نسيت الشاي على النار. اغسل لي الكوبايتين دول يا حبيبي. حاضر. واحد ما عرفش مخه بقى خلاص. يا ساتر يا رب. على مالك يا حسن؟ والله وحشني يا حسن. وانت كمان يا عم محمود. الله يخليك. انا عايز معلقه واحده بس. ماشي. مالك وفينك؟ الدنيا مش شغله يا عم محمود، والشام ما بيرحمش حد. الدنيا ما بتشغلش حد عن رب الا ونست الانسان عن نفسه. بس انا في دقيقه، في دقيقه كبيره قوي. النهارده حصل لي موقف صعب جدا. في رجل خير وبغراني افضله عليا قد كده. انا النهارده شهدت عليه وحاسس ان انا وديته في 60 داهيه، مش عارف ده صح ولا غلط. شهاده حق يا حسن؟ حق طبعا عم محمود، امال ايه؟ طالما حق يبقى مفيش بس. بص يا حسن يا ابني، اسم الحق اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. هو الوحيد اللي له ابطال عليك، مفيش حد غيره. عارف يا حسن، الراجل ده ربنا حطه في سكتك وسخره ليك. عندك حق يا عم محمود، بس انا خايف اخسره. الدنيا دي دلوقتي صعب تلاقي حد بيساعد حد، وزمانه دلوقتي بيقول ده جزات ان انا عملت معاه كده وقفت جنبه وساعدته. خايف عليه ولا على المنفعه اللي جايه من ورايا يا حسن؟ ما اكدبش عليك، الراجل ده انا كنت بتكل عليه لما اتخرج. الخطوه اللي بخطيها معاه بتعديني سنين لقدام، وانا مش قادر ارجع للصفر تاني. تعبت يا عم محمود. لو خايف انه يضيع منك، ربنا هيسخر لك غيره في سكتك يا حسن. روح له، ما يمكن الحق يرجعه تاني ويعرف انك نجيته بشهادتك دي. ايوه يا ابني، نجيته من ظلمه نفسه ونجد غيره. روح له وقول له ربنا يكتب لك القبول يا ابني. ولا تزعل يا ولد. ايه يعني قفشوك والبلد كلها بتلسن عليك؟ هي يعني بلدنا دي كان حليت حاجه غير الكلام ولا فيها حاجه بتستخبي؟ ناس هسوي بعيد عنك. وبعيد عني ليه؟ ما دي رجعت لها تاني اهو. يا ابني معلش، خيرها في غيره. وبعدين ده انت تحمد ربنا انه نجاك بالسلامه. الحمد لله. خش اي حاجه. عم سيد. يا عم سيد. ايوه يا عم معطي. إيه اللي اقول لي يا عم سيد؟ ايوه. هي مين البت اللي كانت بتشتري من البقال اللي قدامك؟ انا البت دي يا اللي. ما البلد خلفتها كلها بنات. البت الحلوه دي اللي كانت رابطه منديل احمر وبالاماره جات لك هنا وديتك تفاحي. وكمان نقرت التفاحة يا عم معطي وبتسأل ليه بقى؟ اصل كنت عايز اقطم التفاحي. علي انا يا ولد. ايه يا عم سيد انت يا واد يا جن يلي تفهمها قبل ما تفكر انها تطير، ولو طارت تنزل على جدور رقبتها من عينك اللي تتدب فيها الرصاصه دي. انت بتقول ايه يا ولد انت يا ولد؟ خلاص يا عم سيد، بص قدامك وكمل اللعبه اللي بتلعبها. حلو الشاي عم سيد. يا عم سيد. اللي عم سيد مش هتقولي مين البت دي؟ تسرع البت يا ولد. البت فاطمه بنت مصلح الفتاه هادي. والختم الشريفه البت القمر دي بنت مصلح المصدي. ايوه ده راجل مسوي زي فاكهته يا ولد. تحس كده يا ولد ان هنط شيطان يا ولد في عيلتهم. ماله ما تلم نفسك يا عم سيد. والبت دي فاضيه ولا مشبوكه؟ على قد علمي كده يا ولد انها فاضيه.
وانت مالك انت تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه؟ انت حالتك انت العب معطي عشان تسال اذا كانت فاضيه ولا مش فاضيه. خلاص يا عم سيد خلي بقك حلو وكمل اللعبه. جاتك البلي. انت بتقول ايه يا والد؟ يا بسيوني يا بسيوني واد يا بسيوني. انا يا حسن انا تعمل معايا كده بعد كل اللي عملته عشانك؟ يا دكتور انا ما كنتش فاهم حاجه، انا كنت بحاول بس يعني. بتحاول ايه؟ انت مالك اصلا؟ تتدخل ليه في اللي مالكش فيه؟ انا ما اتدخلتش في حاجه يا دكتور، انا لما كلمني ما كنتش عارف هو عايزني في ايه، لما وصلت عرفت الموضوع يخص حضرتك. طبعا الوقت يكلمك في التليفون واتفق معاك على قرشين عشان تعملوا تمثيليه رخيصه تشوهوا بيها سمعتي. لا لا مؤاخذه بقى يا دكتور انا ما اقبلش الاهانه، مش حسن رشيد اللي هتزور على حد. تمام تمام ابعت لي الامن حالا. امن؟ امن يا دكتور انا عملت ايه؟ حكايه انك تبقى باشمهندس دي تنساها خالص. النتيجة لسه ما اعتمدتش، ولو قعدت في الكلية 7 سنين غير اللي قعدتهم برضه مش هتبقى باشمهندس، هتترمي في الشارع ومن غير شهادات، ساعتها بقى هتعرف معنى الحقيقي للإهانة يبقى إيه. ليه يا دكتور وأنا عملت إيه عشان كل ده؟ الأفندي ده يتاخد يتعمل له محضر تعدي ويتسحب كارنيهه وما يخشش الكلية تاني. تعدي؟ وأنا جيت جنبك يا دكتور؟ برا! واللي أنت عملته يليق بطالب محترم؟ يا فندم لو سمحت من غير اهانه، انا ما عملتش حاجه وما كنتش اعرف محمود عايزني في ايه غير لما وصلت هناك. انا كل اللي عملته شهدت باللي انا شفته مش اكتر. شهادتك دي ما تخصناش سواء كانت حقيقيه او زور. انا اللي عايز يا فندم زور ايه؟ انا شهدت شهاده حق. هشهد زور على الدكتور عزت ليه؟ ده افضله مغرقاني. ما تقاطعنيش وانا بتكلم. قلت لك شهادتك دي ما تخصناش. انت بتحقق معاك عشان اللي عملته بعدها. عملت ايه بعدها؟ تعديك بالضرب على الدكتور عزت جوه مكتبه. ضرب؟ ضرب مين؟ ده انا دوبك صوتي عال عليه فجاه لقيت الامن داخلين عليا في ثانيه. يا فندم انا ما عملتش حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انا رحت الدكتور عزت فعلا بس عشان اعرف انا عملت ايه غلط. في شهود للواقعه دي شافوك وانت بتتعدى عليه بالضرب. ده غير شهاده امن الكليه اللي لولا تدخلهم كان من يا عالم بقى كنت هتعمل فيه ايه تاني؟ شهود مين وامن ايه؟ انا ما عملتش حاجه، ده انا قعدت 5 دقايق جوه ومشيت. حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفض الطالب حسن الرشيدي عبد الرحيم طه من الكليه ومنعه من التواجد داخل الحرم الجامعي باي صوره من الصور، وذلك بعد الاطلاع على المواد 180 و181 من قانون رقم 49 لسنه 2007 وعلى مجلس التاديب الذي اجري مع الطالب في الفتره الخامسه. هلا ايه يا نورس؟ فينك يا هندسه؟ يا عم ايه؟ انت كبرت علينا بقى بعد ما خدت الشهاده بقى. لا ابدا يا مريض بس عندي صداع فرع دماغي. اوعى تقول لي الصداع ده من الوابور. ايوه انت متربي هنا. فاكر لما كنت اخدك عند عمك ملاك يا اما تسوق يا اما تسطح فوق الكابينه؟ كان زمان بقى يا مريض زمان كنت احب اطلع في القطر واشوف الدنيا من فوق. افرج جناحات زي نورس واحس الهوا شايلني لفوق. بس بعد وقعت القطر خلاص قلت وقعت البحر اهون والنورس ما ينفعش يبعد بعيد عن المالح. طيب قول لي تحب تسوق دلوقتي اروح اكلم لك عمك ملاك؟ ياما سوقت ياما سوقت وما وصلتش لحاجه يا عم رضا. معقوله كده خلاص؟ اشوير العمر دي كلها تروح على الارض؟ لا اكيد مش ممكن. كل مشكله وليها حل بس مساله وقت مش اكتر والحكايه تتظبط. انا ما كانش تعب سنه بس. يا عجوز لبست كام قطر ببعض؟ كتير يا رشيد. ده يا عبد الرش جرايد. ازيك؟ ازيك يا رشيد؟ تعال اتفضل اتفضل. والله وليك وحشه. انا قلت بقى جاي اسال عليك ادام انت قليل الاصل وما بتسالش على حد. لا طول عمرك صاحب واجب يا رشيد. بمناسبه الواجب، ايه رايك بقى اعمل لك كوبايه شاي تعدل دماغك مظبوط؟ تمام. انت عامل ايه بقى؟ انا كويس. بس تصدق يا جمعه اوضتك الضيقه دي بهتت عليك. يا راجل طب ايه رايك بقى ان اوضتي الضيقه اللي مش عاجباك دي الف من يتمناها؟ يا سلام. ومستني ايه يا اخوي؟ اديهالهم اديهالهم وفك عن نفسك بقى واخرج بره للبراح. بالك انت؟ انت عارف ان انت ليه مش عاجباك الاوضه بتاعتي دي وشايفها ضيقه؟ علشان بفهم.
لا ملهاش علاقه بالفهم، لان مساله الفهم دي فيها شك. حكايه باختصار، لانك انت اتربيت في المينا وخدت على البحر والسماء. وانت خدت على ايه؟ على القضبان الحديد والقطوره والاوضه المترين في مترين اللي انت فاتحها سبيل لكل من هب ودب. يا اخي ارجع بيك كوبايه يا اخي. مالك يا رشيدي؟ لو انت قلبك واسع شويه بس هتشوف الاوضه اللي قدامك دي على مد بصرك. ولما انت قلبك واسع قوي كده وحنين ما دلكش على اختك. والله عندك حق. عامله ايه يا مينا؟ زعلانه منك واخده على خاطرها. اختك كبرت ومحتاجه اللي يسال عليها. ده انت ما فكرتش اخر مره تيجي تشرب معاها كوبايه شاي ولا تقول لها كلمه حلوه؟ أنا أكبر. ده أنت أبوك وثق عليها قبل ما يموت. وبعدين يا أخي أنت خلاص مالكش حد في الدنيا ديت غير الواد حسن. لا واد إيه؟ اسمه الباش مهندس حسن. يسلم تمك يا جمعة، هي دي الكلمة اللي أنا نفسي أسمعها. الباش مهندس حسن. بسيطة، الباش مهندس حسن. فاكر زمان وأنا أول ما دخلت المينا كان رئيس العتالين لازم يسأل النفر مننا انت مين واصلك ايه وفصلك ايه وساكن فين؟ ليه بقى؟ عشان لو حصلت منك اي مشكلة يرجع للكبير بتاعه. ساعتها جاني وسألني، قلت له انا النفر اللي قدامك وما فيش حد ابدا في ظهري. قاعد تقول لي انا عارف الدماغ دي اللي تستاهل الكس. ساعتها كنت فاكر انها عيبة انك تستقوى بحد تاني حتى لو كان ابوك. دلوقتي بقى نفسي الف اسكندريه كلها واقول انا ابو الباش مهندس حسن. رقبتي بتكبر من رقبته وانت بتبقى من قيمته، لكن كل اللي حلمت بيه وانا عيل حسيت انه هرب، هرب مني ولا شايل، لكن ربنا حققه لي في الوقت. الحمد لله. ان شاء الله ربنا هيصدق ظهر احسن. قصدي الباش مهندس حسن. سوري يا اكسلنس، كنت عايز افكر سعادتك بميعاد الايفنت بتاع نورهان هانم علشان دي فضل لها شويه وهخلص. يعني افهم من سعادتك انك مش ناوي تروح. واضح ان سعادتك بقالك كتير ما جيتش هنا. تقريبا من بعد المهندسين بتوعنا ما بدأوا يجددوا في الكنيسة بعد ما كانت مكان مهجور. طول ما انا حاسس ان انا نجس يا صالح ما اقدرش اجي مكان طاهر زي ده. فشرت؟ لا مش فشرت دي، لا اللي اقصده ان سعادتك تشرف اي مكان تدخله. وبالرغم من كده عمري ما حسيت انه بيطردني منه. بالعكس بحس انه بيقول لي، بيكلمني شخصيا ويقول لي مش مهم يا اكرم انك نجس، المهم ان المكان ده طاهر. فعلا انا دخلت كذا كنيسه قبل كده بس ولا كنيسه ليها نفس الروح اللي مخيمه على المكان ده. ما هو عشان ماما. الله يرحمك يا ماما. عارف يا صالح زمان وانا طفل صغير لما كنت ازعل من حاجه كانت تجيبني هنا اهو ونولع شمعه ونقعد بالتلات اربع ساعات ما بننطقش ولا كلمه لحد ما انسى اساسا السبب اللي كان مزعل واروح البيت وانا سعيد ومبسوط لحد ما ماتت. حاولت اجي المكان ده بس ما قدرتش.
ما عرفتش يا صاحبي. جريت جري على اوضتي ولميت كل الشمع اللي في البيت وولعته كله على امل انها ترجع تاني، بس ما رجعتش. سابتني لوحدي في الدنيا دي، لوحدي خالص يا صاحبي. اكسلانس، ماما في الجنة. ده اكيد، ده اكيد. عارف ده المكان الوحيد اللي برتاح فيه بجد، بحس انها حواليا جنبي كده، بحس بنفسها، بشم ريحتها. اخبار التبرعات ايه يا صاحبي؟ التبرعات ايه؟ نعم، التبرعات، تبرعات الجمعيات المسيحية الخيرية. تمام يا اكسلنس، انا عملت لسعادتك ليست مفصلة لكل جمعية بالارقام، كله هيتم زي ما سعادتك عايز بالظبط. بس في حاجة كده عايز اكلم سعادتك فيها. يعني قلت لك مليون الف مرة ما ينفعش يا صالح. تخيل معايا سعادتك، اكرم البدري رجل الاعمال المسلم يتبرع بمئات الالوف للكنائس والجمعيات الخيرية المسيحية. هيضيف لسعادتك كتير. انا بعمل كل ده عشان خاطر ماماه، كمان عشان احس ان روحها راضي عليا وبتدعي. لا حول ولا قوة الا بالله. صباح الخير يا ريس جمعة. صباح الفل يا بيومي. امسك يا حسن، امسك. تأمرني بحاجة تاني؟ شاكرين يا بيومي. انت ازاي يا حسن؟ ازاي تسيب نفسك كده لغاية ما تروح منك وتمسك في الراجل؟ طب والمصحف ولا لمسته؟ يعني انا هعمل كده يا خال؟ انا يا دوبك صوتي عالي عليه، فجأة لقيت الأمن حواليا بيعملوا لي المحضر تعدي ولقيت نفسي مفصول. مفصول يعني ايه؟ يعني بره. يعني ولا حاجة، يعني كل السنين اللي فاتت دي اترمت كده على الأرض. والله خلنا حسنة في كابوس مقلب دمه تاني. حاسس شوية الناس هتيجي تقول لي فكك حسنة، احنا بنهرج معاك. بس برجع بفوق اشوف ان اللي بيحصل ده كله بجد. طب ما تشتكي يا حسن. اشتكي. كبر ولا صغر أستاذ من ضمن الأساتذة اللي درسوله، ما هوش أكبر واحد يعني ولا في ايده كل حاجة. اشتكي مين يا اخي؟ بقول لك محضر التعدي اتكتب من غير ما انطق ولا كلمه. بس انا عارفه هو راجل مؤذي وايده طايله والناس كلها بتقول. سبع سنين مبحر في عرض الدنيا عشان ارجع مكاني كما كنت. حته مكانجي مرمي في بعض الملك. اللي صحيح ما قلتليش، ايه اللي انت هبتيه ده؟ حبيبتي ايه في ايه؟ هي المدام اشتكتني في حاجة؟ التبس يا سارية اللي رجعتيه للراجل. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ راجل معرفوش، يديني 200 جنيه بتوع ايه؟ بتوع انك في محل قبها زي ده؟ بتوع ان هو باشا وبيقدر بقيمته، وان اساسا ال 200 جنيه دولت ما يجوش حاجة جنب كم الفلوس اللي عنده. اكنهم بالظبط بريزة فضة في جيبك المصدي. جرى ايه يا بنت يا حنان؟ هو انا خدتهم من جيبك يا اختي واديتهم له؟ شوف بردك البت، بدل ما تشكريني على النصيحة، طب احمدي ربك بقى ان المدام ما شافتكيش. انت عارفة لو كانت شافتك كانت قطعت خبرك. لو النبي. مش مصدقاني؟ يا بنت ده أكرم البدري. عارفة يعني إيه أكرم البدري؟ ولما هو أكرم البدري يبص الواحدة زي بتاعت إيه؟ وبعدين أنا ما فهمتهاش غير حاجة معينة، وأظن واضحة بالنسبة لك زي الشمس، فأستري بقى وحلي على نفوخي. ها ده أنت خالك رايحلي بعيد قوي وسرحتي. لا يا زوزة ده طبس يا حبيبتي. وعشان تبقي فاهمه، اللي زي اكرم البدري ده عينه مليانه وعنده اللي مكفيه وزياده، يعني اساسا ولا هو شايفني ولا شايفك. افهميها بقى كده يا حلوه عشان تستريحي. لا فاهمها كويس بقى. انا عارفه ان احنا عقل كتير قوي اللي هيعدوا علينا هنا، عشان كده رجعت له فلوسه. خير ربنا جعلني سبب عشان افرح الراجل الشقي ده. 40 سنه ابويا شغال في المينا على امل ان ابني يبقى مهندس. بسمتك مش حرام. ليش نفسك؟ ليش نفسك يا ابو علي؟ محدش عارف، شكر ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك الخير في الشر. يمكن يا خال. طب انا هحكي لك حدوته. زمان كان في راجل ملك. الملك ده
كان بيخرج للصيد هو واستاذه اللي رباه وعلمه اصول الحكم. وفي رحله صيد حصلت لهم حادثه صغيره كده، اتقطع فيها اصبع الملك. الملك نقم على عيشه وزهد في الحياه، افتكر ان حياته انتهت في اللحظه دي. استاذه قال له لا، الحياه مش كده، الحياه اوسع كتير قوي من مجرد حادثه حصلت لك. لازم تخرج تاني وتعيش وتصطاد وتعيش حياتك. فعلا الملك رجع تاني يخرج رحلات الصيد، وفي يوم خرج في رحله صيد لوحده. قابلوه ناس كفره ما يعرفوش ربنا، بيعبدوا الاصنام، خارجين يدوروا على راجل يضحوا بيه ويقدموه قربان للصنم اللي هم بيعبدوه. أول ما شافوا الملك قالوا هو ده اللي ينفع، خدوه قبل ما يضحوا بيه قدام الصنم بتاعهم. بصوا في إيده كده لقوا صباعه مقطوع. قالوا معاهم يعني هنقدم قربان للآلهة راجل معيوب بتسع صوابع. سابوه. ساعتها بس الملك عرف إن الحادثة الصغيرة دي كان الباب اللي اتفتح لحياته ومد في عمره، ولولاها كان أجره انتهى. احنا ربنا اداني المصيبة دي عشان اجيني من حاجة أكبر، مش كده؟ طب ليه؟ وإيه الغلط في الهندسة؟ ولا إيه الغلط إن أنا عايز أفرح الراجل الشقيان ده وأبسطه؟ مش غلط ولا حاجة يا حسن. اللي أنا عايز أقوله لك ولو علمت من الغيب لاخترت من الواقع. ومين عارف يا أخي؟ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى حاطط الخير في حلمك انت مش في حلم ابوك؟ انا حلمي ان ابويا راضي عني ومبسوط، مش عايز اكتر من كده. وانت حسن انت ما فكرتش مين اللي هيبسطك؟ يا عم انا مش عايز حد يبسطني، والله ما عايز حد يبسطني. انا دعاء ابويا وامي بالدنيا واللي عليها كلها يا خالي. ما حدش قال حاجه يا حسن. استغفر الله العظيم. انت ناوي تقول لابوك؟ ما ينفعش طبعا. تقول له ايه ده يروح فيها؟ بس انا خايف منه الناس يرجعوا يكلموني. قولوا له خلي حسن يجنب الورق بالشهاده. لا ما في شهاده ده على الاقل لغايه ما تشوف لنا صرفه. شفت يا خالي الورطه اللي انا فيها؟ انت ناوي تعمل ايه؟ والله ما عارف يا خالي. شكلها كده ما فيش قدامي غير حل من الاثنين. ازور شهاده يا عم زي الملك بتاعك، اروح اقطع صباعي. صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل. بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طلعت اجازه؟ طب يا اختي شرفتي، الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه، يا ابن ايوه. خش. حاضر. تعالى يا ام ابراهيم، ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حاضر يا ست ذكرى، اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنت يا ذكرى؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو، باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غساله؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست ذكرى. ما قلت اسف بقى. خلاص تعالى تعالى يا عم المقموص. انت في السكه في وشي؟ بكره هعملها معاك. الله، ما انت مجنون. في حد يكلم حد الساعه 4 الظهر؟
احكي لي عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. بتحبك، البنت دي شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا. لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن. اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. ده كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ مفيش انانيه، ده حقيقه يا علي. انك تحب حد او ترتبط بحد ازل من لازم فجاه يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ عن الموت ولا عن الحب؟ الموت في الحب. انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي وفجأة يجي الموت ياخده منك. ده حقيقي. الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة وبياخد أي حد بتحبه أو ما بتحبوش. أيام ناس اتجوزت ودفنت عيالها هما لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. أنا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم حاجة. أنت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص. سايكم. عارف أنت هتفهم إمتى؟ لما تحب. أما عامله لك شوية شاي حسوكة يستاهلوا بقك عنب. تسلم إيدك يا أم حسوكة. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا إما في السيرك مع صاحبك يا إما في المينا. عادي يا أما، زهقت. تغيير يعني، زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالة بتتغير. ما هو التغيير مش وحش برضه. بس أنت في جواك حاجة ومخبيها عن أمك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف أقول لك إيه. أيوة يا أم. ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل، مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. يما المينا دي انا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. ده انا عاشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه تانية. لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب ما انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه تانية ليه؟ يا حسن يا ضنايا، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. يا ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضنايا. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. هو هتقول له كده حسن يسعد؟ لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه مكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضنايا، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحة كده زيك، وما معهمش شهادات عالية زيك يا حبيبي. نفسه ومنى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، أنا ابني مهندس قد الدنيا ومعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن؟ لا يا عم، مش كتير عليه. بس في حاجة تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني ومش عايز تقولها لأمك حبيبي. بصراحة أما كده، أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارف تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش، معاك 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي، بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العمر ابنك حيني ده حدفني بستافندي. اهدي، هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمة، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ انا مش جدع، انا جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. حسك حلو قوي يا فاطمة، بيسحر كده ويلبش الجد. هو ايه ده يعني؟ الله، قوليها تاني كده. انت عارفة يا فاطمة؟
انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلبطي. بس وربنا شوفي وربنا انا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمه انا بحبك يا فاطمه، بحبك وعايز اتجوزك يا فاطمه. يا بنت انت وقعت على ودانك وانت صغيره ولا ايه؟ ما تقولك مش انا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي كمان عارفه اسمي. طب انا عايز اقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. بقولهم لابويا بردك. اقولهم لابوكي؟ مسلحي المصدي دي هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بوقك. بايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورده؟ ما فيش حاجه، زي الفل. في ايه؟ حسن في ايه يا حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ ما فيش حاجه، يعني لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك. بس ما فيش حاجه، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ رأي حسن، هو انا غريبه عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانيه. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها؟ لا خبي ورد، مفيش حاجة، أنا كله تمام. قولي لي أنت أخبارك إيه؟ أنا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال إنه هيجي بالكتير قوي كمان أسبوعين، وهي فرصة تقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير إن شاء الله. أنا كنت بحسبك هتبقى مبسوط أكتر من كده. أنا أكيد فرحان طبعًا، بس أنا كنت شايف إن إحنا يعني نأجل شوية أحسن. ليه يا حسن؟ ابدا يا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما بنتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجه بينك وبين شوق يا حسن؟ انت في حاجه بينك وبينها صح؟ شوق؟ ايوه شوق يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شو مين يا عبيطه؟ انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حماره؟ طب فهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعده وساكته ومستنيه، ولا هيفهمني هيفهمني ولا نطقت ولا قلت حاجه. يا حسن في ايه بينك وبين اللي اسمها الشو ديت؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تاجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجه بس كله بأوان. ايه دي بقى؟ شو مين يا عبيطه انت؟ تعالي تعالي يا عبيطه، تعالي. شو يا هبله؟